هي ذكي. صباح الخير. أخبار فتاتيكا قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا محمد. صباح الفل عليك يا بسنت. صباح الخير على حضراتكم في كل مكان، وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. تعامل الأطفال مع الموبايل والإنترنت بشكل يومي أصبح أمر واقع خلاص، محدش أبدا يقدر دلوقتي أنه يمنع طفله من التكنولوجيا الجديدة، خصوصا انه كل يوم في حاجه جديده، موبايلات واجهزه جديده بتوفر، الى جانب انها وسيله للترفيه والالعاب والجيمز بتوفر كمان منصه تعليميه مهمه جدا. يعني في منصات دلوقتي تعليميه والتثقيفيه، فيديوهات ممكن تقدم معرفه ومعلومات عامه مهمه جدا يستفيد منها الطفل في انها توسع مداركه في المستقبل. يعني زي ما انت قلت يا محمد انه خلاص هو بقى امر واقع، يعني ما ينفعش دلوقتي ان احنا نيجي نقول ما تعرضوش اولادكم للتكنولوجيا، بالذات دلوقتي ان معظم ادوات التعليم او المناهج بقت بتعتمد باعتماد كبير على التابلت. ف بالتاكيد المنصات التعليميه والفيديوهات اللي فيها شرح وتوعيه ومعلومات دي كلها حاجات مهمه جدا جدا، بس لازم الطفل يكون هدفه الاساسي هو التعليم، لانه دلوقتي معظم وقت الطفل بيقضيه على التيك توك او بيلعب جيمز او الانستجرام او منصات تانية ممكن ان هي ما تناسبش المرحله العمريه للطفل ده. ده اللي احنا بقى ساعتها بنخاف منه، بنخاف ان الطفل يشوف مواد فيلميه او صور او محتوى غير مرغوب فيها، فبالتالي هنا بقى بيبقى صعب انه يبقى معرض لافكار معينه بعيدة عن العيلة. المشكلة في الجزئية دي تحديدا لما أطفالنا يتعرضوا على منصات مش مناسبة لسنهم، مش بالزبط. مناسبة لعمرهم، بتقدم محتوى بعيد تماما عن أعمارهم، هنا بقى بتبدأ المشكلة، وهنا بتبدأ المشكلة اللي ممكن تكبر وتؤدي إلى يعني تغير في شخصية ابني أو بنتي. الموضوع ده ليه حلول كتيرة. ممكن مثلا ابني أو ابني لما يمسك الموبايل أكون قاعد معاه في نفس المكان، مش قاعد جنبه بشكل مباشر أو لازق جنبه، لا أبقى قاعد في نفس المكان أقدر أراقبه من بعيد لبعيد، أشوف ابني أو بنتي بيتفرجوا على إيه، ممكن كمان أتشارك معاه، يعني يبقى في مشاركة، ألعب معاه الموبايل، أتصفح معاه بعض المواقع بحيث أبقى قاعد جنبه، ممكن كمان أدخل على الموبايل الخاص بي وأشوف السيتنج أو الإعدادات الخاصة بالموبايل وأمنع فتح أي صفحات أو أبليكيشن أو نزل أبليكيشن يمنع فتح أي صفحة غير مرغوب فيها. ممكن كمان أعرف إيه هي المواقع اللي دخل عليها طفلي خلال الفترة اللي فاتت. شوية آليات مهمة جدا بسنت، وأظن إنها ما فيهاش تدخل يعني في إجبار للطفل، بالعكس ده أنا بحميه لما بالزبط. أعرف هو دخل على إيه أو أعمل أبليكيشن على الموبايل بتاعه أمنع بعض الصفحات أو المواقع غير مرغوب فيها. حقيقي يعني إحنا دلوقتي في وقت ما نقدرش نقول إنه أنا هربي ابني أو بنتي زي ما أنا تربيت زمان، لأنه كل حاجة دلوقتي مختلفة، التكنولوجيا الكبيرة قوي او يعني ان انا ابقى منفتح على عالم مختلف عني تماما، الافكار اللي بتيجي من كل دوله احنا مش عارفين نسيطر على ايه ولا على ايه. عشان كده ما ينفعش يبقى عندي تجربه شخصيه قوي منفرده في تربيه ابني واقول مثلا انا هعمل كذا من غير ما ارجع لحد مختص. عشان كده النهارده هيكون معانا فقره نتكلم فيها عن الطرق والنصايح اللي نقدر من خلالها اننا نحن
نحمي أطفالنا من المنصات أو المواقع الإلكترونية غير مرغوب فيها. كمان جزء مهم جدا هنتكلم فيه وهو النصب أو الابتزاز الإلكتروني. ابني لو تعرض لحاجة زي دي أو بنتي لو تعرضت لحاجة زي دي يتصرفوا إزاي؟ أهم حاجة أن أنا أكون ما بخوفهمش وأنا أكون معاهم وساعدهم. والنهاردة في وسائل كتيرة جدا أقدر أحمي أولادي بيها، لكن خلونا ناخد رأي المختصين في هذه الجزئية بالتحديد، وما يبقاش عندنا تجارب كده منفردة أقول أنا هعمل كذا في الموقف الفلاني، لأنه كل موقف بيبقى مختلف ومحتاج آلية معينة في التعامل. والنهاردة هيكلمنا عن المواضيع دي مختصين. ده موضوع مهم جدا فعلا حقيقي. بس أنت هتكلم فيه النهاردة عن الابتزاز الإلكتروني وإزاي نحمي أطفالنا ونحمي أنفسنا كمان من التعرض للابتزاز الإلكتروني. حقيقي مرة تانية بنصبح على حضراتكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نصبح على زميلتنا لمياء حمدين ونتعرف منها على آخر أخبار الطقس في القاهرة والمحافظات ونقول لها صباح الفل يا لمياء. صباح الخير. صباح الخير عليك يا فسان. صباح الخير عليك يا محمد، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. الطقس النهاردة هيكون دافي نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد. كمان في فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وده هيكون على فترات متقطعة. كمان في نشاط للرياح على كافة الأنحاء وبرضه هيكون على فترات متقطعة. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 25 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 32 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في مطروح 20 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. برحب بحضراتكم من جديد، وهنبتدي مع بعض الأخبار اللي معانا. المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء قال إن الحكومة تسلمت امبارح 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، وبكده تكون الدفعة الأولى قد اكتملت بشكل فعلي. امبارح كمان المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على الفيسبوك مجموعة من الفيديوهات بعنوان ويبقى الأثر، وده إحياء لذكرى يوم الشهيد اللي هيوافق يوم 9 مارس من كل عام، ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها تصريحات المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الحكومة المصرية تسلمت امبارح 5 مليار دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي لمصر، وبكده تكون الدفعة الأولى قد اكتملت بشكل فعلي. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك عدد فيديوهات توعوية بعنوان ويبقى الأثر إحياءً لذكرى يوم الشهيد اللي بيوافق يوم 9 مارس في ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق واللي استشهد على الجبهة. وبتقوم وزارة الدفاع بإحياء تلك الذكرى عبر عدة مسارات بتظهر عظمة ما قام به الشهداء المصريين. امبارح قامت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الخدمات الطبية بتخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع خلال شهر مارس لتوقيع الكشف الطبي على السيدات المترددات على العيادات الخارجية في جميع التخصصات الطبية بمستشفيات الشرطة، مع صرف العلاج اللازم ليهم بالمجان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية وعيد الأم. وده خلال الفترة المسائية بداية من الساعة 5 مساء حتى الساعة 8 مساء يومي 1/8/2024، وبداية من الساعة 8 مساء حتى الساعة 11 مساء أيام 15/23 و29/3/2024. امبارح أفادت بيانات إدارة معبر رفح إنه جاري دخول 120 شاحنة مساعدات إغاثية منوعة من الجانب المصري للجانب الفلسطيني في طريقها لقطاع غزة، كما يجري استقبال 43 جريح ومصاب والمرافقين ليهم، واستقبال 300 مسافر من القادمين من غزة، و80 مصري عائدين للأراضي المصرية، و57 من حملة جوازات أجنبية في طريقهم لبلادهم. أيضاً بيواصل مطار العريش بشمال سيناء استقبال طائرات تنقل مساعدات لقطاع غزة واللي بدأ هبوطها يوم 12 أكتوبر الماضي ولا يزال يتواصل يومياً. وصل إجمالي عدد الطائرات اللي وصلت لمطار العريش بشمال سيناء ل 622 طائرة
نقلت مساعدات لغزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي تسلمها الهلال الأحمر المصري وأعاد نقلها من العريش إلى قطاع غزة. الهيئة العليا لشؤون العشائر الفلسطينية في قطاع غزة تقدمت بالشكر والتقدير لمصر على جهودها في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر. وقال عاكف المصري المفوض العام للهيئة العليا للعشائر إن الدولة المصرية منذ بداية العدوان على غزة في 7 أكتوبر من قبل الاحتلال الإسرائيلي لم تألو جهدا في سبيل توفير المساعدات والمواد الطبية والإغاثية بكل الطرق. وقال مفوض عام العشائر الفلسطينية أنه في حرص شديد من الدولة المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية إلى المحتاجين من أهلنا في قطاع غزة. وقال كمان أن مصر قدمت 80% من المساعدات الموجهة لأهلنا في غزة وأقامت عدد من المخيمات لإيواء النازحين بالإضافة إلى مستشفيات ميدانية. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الإسكندرية نفذت مديرية الشباب والرياضة أنشطة وفعاليات مبادرة الأسرة المصرية للأسبوع الثاني على التوالي، واللي تبنتها المديرية لجعل الرياضة أسلوب حياة وتطبيقها في جميع مراكز الشباب، ولاقت نجاح كبير وشارك فيها 32,000 على مدار أسبوعين. في البحيرة افتتحت مديرية الأوقاف 3 مساجد جديدة بمراكز كفر الدوار وإيتاي البارود والدلنجات بتكلفة إجمالية 7,800,000 جنيه، وده في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف في نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف. في دمياط نفذت مديرية الصحة قافلة طبية بعزب العرب بمركز فرسكور تضمنت 12 عيادة طبية تردد عليها 1535 مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، وتم تحويل 33 حالة للمستشفى لتلقي العلاج اللازم واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة ل 18 حالة. في بني سويف شهدت المحافظة استلام 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي والإطعام ضمن خطة وزارة الأوقاف لتوزيع الصكوك على القرى الأكثر احتياجاً، ليصل إجمالي ما تم توزيعه بمحافظة بني سويف منذ يناير عام 2023 وحتى اليوم 48 طن من لحوم صكوك وزارة الأوقاف. في شمال سيناء أعلنت مديرية التعليم عن بدء اختيار الدفعة الثانية للمبادرة الرئاسية لألف مدير مدرسة، وهناك عدة مميزات بيكتسبها المتدرب وهي الحصول على دبلومة القيادة التربوية والأمن القومي من الأكاديمية العسكرية. في كفر الشيخ أكدت المحافظة وجود متابعة مستمرة لمعارض أهلاً رمضان اللي جرى افتتاحها في 10 مدن وجاري افتتاح 6 أخرى لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، إضافة ل 44 منفذ لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطنين وضمان توفرها وإتاحتها للمواطنين بالسعر والجودة المناسبة. في الدقهلية أعلنت مديرية الصحة عن قيام المديرية بتنظيم حملة حقك تنظمي بالمرحلة الثانية في مختلف مراكز المحافظة، واستفاد من الحملة 24,000 سيدة، وبتعد الحملة ضمن توصيات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع من بعد ونكمل بقية فقراتنا، خليكم معنا. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون دافي نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ومائل الدفء على السواحل الشمالية الغربية، ومائل الحرارة على جنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد. كمان الجو هيكون بارد في أول الليل وشديد البرودة في آخره على أغلب الأنحاء. كمان في فرص لأمطار خفيفة، وده هيكون على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، هيكون على فترات متقطعة، وفي نشاط للرياح على كافة الأنحاء هيكون كمان برضو على فترات متقطعة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك، وطمنينا عن حاله الطقس النهارده، وخصوصا ان احنا شايفين انه في سرعه كده ونشاط للرياح زايد شويه من امبارح بالليل.
هو بالفعل يمكن طبقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية شهدنا بالأمس ارتفاعات ملحوظة في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار، وسجلت العظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية، وده طبعا كان أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 7 لـ8 درجات، وده نتيجة اختلاف مصادر الكتل الهوائية. الكتل الهوائية الصحراوية كانت بتأثر علينا، ده اللي أدى لارتفاع قيم درجات الحرارة، وده طبيعي جدا في الفترة دي ان يحصل تذبذب كبير واختلاف قيم درجات الحرارة من يوم للتاني، لان اليوم متوقع ان يكون فيه انخفاض في قيم درجات الحرارة على محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. الانخفاض ده هيكون بمعدل من 5 لـ6 درجات، لان احنا اليوم متوقع العظمى على القاهرة الكبرى تكون ما بين 24 الى 25 درجة مئوية خلال فترة النهار. الايام اللي جايه كمان بشكل تدريجي هتعود درجات الحراره للمعدلات الطبيعيه، ويكون في مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره. مع منتصف الاسبوع هتوصل العظمى على القاهره الكبرى ل 22 درجه مئويه فتره النهار. اليوم الطقس هيكون طقس دافي بشكل كبير في معظم المحافظات الشماليه اللي هي السواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره الكبرى، شمال الصعيد. أجواء من حارة مائلة للحرارة في المحافظات الجنوبية اللي هو جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ده فترات النهار خاصة مع وجود أشعة الشمس، لأن كمان مصادر الكتل الهوائية اليوم كتل هوائية شمالية معظمها قادم من على البحر المتوسط من جنوب أوروبا. وجود امتداد لمنخفض جوي في الطبقات الجو العليا هيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، فده هيساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة. كمان فترات الليل هيكون فيها انخفاض ملحوظ في قيم درجات الحرارة، تدريجيا هنرجع تاني للأجواء الباردة إلى شديدة البرودة فترات الليل، خاصة في ساعات الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر، خاصة كمان في المدن الجديدة، الأماكن المفتوحة، المحافظات اللي فيها ظهير صحراوي بشكل كبير، لأن اليوم كمان متوقع أن يكون في نشاط رياح في معظم محافظات الجمهورية. سرعات رياح اليوم هتتراوح ما بين 30 إلى 40 كيلومتر على الساعة. نشاط رياح اليوم هيساعد أن احنا نحس أن في برودة أو في انخفاض في قيم درجات الحرارة. طب هل الرياح دي محملة برمال وأتربة؟ لا الحمد لله، الأتربة ورمال المصارى انتهت تماما مع فترات المساء وساعات الليل. هتبدأ النهاردة نشاط الرياح يكون فقط يساعد على الإحساس بانخفاض قيم درجات الحرارة والبرودة اللي ممكن نحس بيها فترات المساء وساعات الليل. ممكن يكون مثير لبعض رمال الأتربة في المناطق الجنوبية اللي هو شمال وجنوب الصعيد، لكن مش هيأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية. كمان اليوم متوقع أن يكون عندنا فرص لسقوط الأمطار على المناطق المطلة على البحر المتوسط، السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، لكن هي أيضا فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية، تكون على فترات متقطعة ومنطقة دون الأخرى. زي ما قلت في الأول انخفاض قيم درجات الحرارة مكمل معانا على مدار هذا الأسبوع، لكن نأكد خلاص احنا بدأنا شهر مارس، هنلاقي المعدلات المناخية أو درجات الحرارة المفروض نكون عليها أعلى طبعا من شهر 2 اللي هي هتكون حوالين 22 درجة مئوية. فترات الليل هيكون فيها انخفاض قيم درجات الحرارة، اللي بنأكد عليه دلوقتي في الفترة دي من السنة عدم تخفيف الملابس وعدم الانخداع بالدفء اللي ممكن نلاحظه في بعض الأيام، لأن فترات الليل لسه فيها برودة، ما زلنا في فصل الشتاء، وزي ما قلت الفترة دي هي فترة التقلبات الجوية الحادة والسريعة والتذبذب الكبير في قيم درجات الحرارة. فطبعا تجنبا لنزلات البرد، عدم تخفيف الملابس، استمرار غطاء الملابس الشتوية على مدار اليوم كله. مهم كمان ان احنا نستمر في المتابعة الجيدة للنشرات الجوية، ويمكن تدريجيا ان شاء الله مع الحد والاثنين هيكون في اعتدال في سرعات الرياح، وترجع تاني الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المؤثرة فترة الصباح الباكر خلال الايام اللي جاية. طيب حركة الملاحة البحرية ونسبة الرطوبة النهاردة كام يا فندم؟ طبعا حركة الملاحة البحرية يمكن البحر المتوسط هيكون عليه سرعات رياح بتتجاوز 50 كيلومتر على الساعة، فبالتالي البحر المتوسط هيكون معتدل لمضطرب، ارتفاع أمواج ما بين 2 إلى 2.5 متر. هنخلي بالنا من تعمق داخل البحر المتوسط، البحر الأحمر هو اللي هيكون معتدل بشكل كبير، ارتفاع أمواج ما بين 1 إلى 1.5 متر، مؤهل تماما لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، فاحنا بس هنخلي بالنا من التعمق داخل البحر المتوسط. بالنسبة لنسب الرطوبة هي هتزيد النهاردة طبعا عن أمس أو أول أمس، لأن مصادر الكتل الهوائية أصبح كتل هوائية قادمة من على البحر المتوسط، ففي نسب رطوبة مرتفعة خاصة فترات الليل هتتجاوز 85%
في المحافظات الشمالية فترات النهار هتتجاوز 35%، لكن وجود نشاط الرياح على مدار اليوم كله مش هيساعد ان احنا نحس بوجود نسب رطوبة في الجو بإذن الله. بشكرك شكرا جزيلا في النهاية دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة العظمى فيها 25 والصغرى 14، العاصمة الإدارية 25-14، اسكندرية 21-12، العلمين الجديدة 21-12، ومطروح 20-11، دمياط 23-13، بورسعيد 23-15، الإسماعيلية 26-12. لو رحنا للسويس العظمى فيها 26 والصغرى 13، العريش 24-12، كاترين 22-3، وطابة 25-13، حلايب 27-18، وشلاتين 30-18، شرم الشيخ 28-17، الغردقة 29-16. الفيوم العظمى فيها 25 والصغرى 12، بني سويف 25-12، الوادي الجديد 29-11، وأسيوط 26-11، سوهاج 27-12، قنا 31-14، الأقصر 31-14، وأخيرا أسوان العظمى فيها 32 والصغرى 15. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية هنروح لباسانت ومحمد نكمل معهم فقراتنا. شكرا لك يا لميا. امبارح مشاهدينا استقبلنا خبر حلو جدا مليان طاقة وإصرار وتحدي، هو خبر رياضي البطل فيه السباحة المصرية نجوى غراب، السباحة العالمية صاحبة 81 سنة. كابتن نجوى حصلت امبارح على الميدالية الفضية في بطولة العالم للسباحة للماسترز في قطر في سباق 50 متر حر. إنجاز جديد بيضاف لسلسلة إنجازات البطلة نجوى غراب اللي معانا دلوقتي عبر الهاتف، وبالمناسبة يعني هي كمان شوية عندها سباق تاني على فكرة، وأصرت إن هي تختصنا بمكالمة تليفون قبل بداية التحدي. صباح الفل عليك يا كابتن نجوى. صباح النور يا حبيبتي، أهلا أهلا، بصباح الخير يا مصر، وأهلا بمصر حبيبتي، وحشوني. وأنتي كمان، يعني عايزة أقول لك طاقتك إيجابية جدا، بطولة مش سهلة خالص لكن أنتي قدها، يعني سباحة الماسترز إنجاز جديد بيضاف لسلسلة إنجازاتك الرياضية في السباحة، ما شاء الله ما شاء الله، بس حققتي إزاي المعادلة دي؟ لا انا بنزل مستعده للسباقات دي يعني من شهور. بتستعد لها ازاي؟ كل يوم بنزل احمل سباحه لمده 5 ايام في الاسبوع طبعا. ما شاء الله. طب كابتن نجوى ما شاء الله يعني انجازات رياضيه في اليابان السنه اللي فاتت، المركز السابع على مستوى العالم 50 متر حره. أيوة. كمان شويه. أيوة. حضرتك داخله على سباق 50. أيوة. 50 ظهر، فما شاء الله. أيوة. عليكي ما شاء الله، يعني شيء عظيم جدا ويشرفنا. ماشي. عايزه اكلم حضرتك بقى، كلمينا عن اختيارك للسباحه واهم المحطات بقى، يعني عرف الساده المشاهدين اللي ما يعرفوش اسم كابتن نجوى غراب، اهم المحطات اللي انت عملتيها في حياتك في مجال السباحه. اشكرك جدا. اولا بدات بطولات العالم في سنه 2010 وانا كان عمري 67 سنه، ودي تامن بطوله عالم اشترك فيها. وحصيله الميداليات بتاعتي في الفتره اللي فاتت 11 ميداليه عالميه وثلاث يعني تقديرات من اليابان، ثلاث يعني دبلومه من احسن 10 سباحات في العالم. والحمد لله الانجاز بتاعي في الخمسين حرة ده الحقيقه رقم ما شاء الله الله اكبر، يعني حقيقه انا اندهشت مليت نفسي الثانيه. ما شاء الله، احنا بين كل كلمه وكلمه هنقول ما شاء الله، يعني عايزه اقول لك انه الشباب والبنات الصغير لما بيتفرجوا على حضرتك يعني بيقولوا لك ايه، بتنصحيهم بايه؟ عارفه يعني انا مش هكدب عليكي بس احنا بنكسل يعني، فانت الموتيفز اللي عندك او دوافعك بتبقى ايه؟ حبيبتي انت لازم تشتروا يعني سنين من عمركم وتعرفوا ان كل حاجه محسوبه، اللي هيهمل هيبقى محسوب له، واللي مش هيهمل في حياته هيبقى محسوب له. فلازم الواحد يفكر في كل خطوه بيعملها في سواء الشباب او الكبار، لكن ما فيش حاجه بتمشي كده من غير حساب. صحيح. مستحيل.
طب مستحيل كابتن نجوى، احنا بنشتغل. اتفضل اتفضل يا فندم، فرصه ان حضرتك معانا، وعايزين نعرف بقى ازاي النظام الخاص بالتدريب، الحفاظ على اللياقه ما شاء الله، كمان النظام الغذائي اكيد عشان تحافظي على ده، اكيد في نظام غذائي صارم جدا بتتبعيه خلال الفتره اللي فاتت. والله يا فندم عايز اقول لحضرتك الرياضه والنظام الغذائي الاثنين مكملين لبعض لازم، لكن ما ينفعش ان انا مثلا اكل اللي انا عايزاه اكله من غير حساب واروح اعمل رياضه اقول انا هبقى يعني كويسه شكلي وجسمي، لا الاثنين مكملين لبعض. زائد النظام الغذائي ده بيجيك بدل لما تاخد ادويه نظم اكلك يا ابني، ايه المشكله؟ صحيح، قلل من السكر، قلل من النشويات، الحاجات دي كلها انا بعملها من سنين من عمر. طب كابتن نجوى ايه الاكله اللي بتاكليها بتديكي كده طاقه، وايه الاكله انت مستحيل تاكليها؟ لا حاجات مستحيله كل الناس، السكر ده بقالي 35 سنه ما بحطوش في شاي ولا في حاجه، يعني ولا حته جاتو ولا حته جاتو كده ولا حته تورته ولا اي حاجه. لا والله ده معلش انا هقول لحضرتك انا عندي يوم واحد في اولا الحرمان ده وحش جدا، فانا عندي يوم في الاسبوع كل يوم جمعه باكل اللي انا عايزاه وكمان بدوق خلاص. انا معدتي ونفسيتي اتعودت على اني ما اخدش الحكايه كده بالطول وبالعرض واللي قدامي اكله، لا 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 لا, لا. لكن الحرمان ده وحش جدا جدا جدا. طب. لازم ترضي نفسك ومعدتك ونفسيتك فتبقي تقدري تكملي بعد كده الاسبوع اللي ورا وهكذا. انا بقالي 35 سنه والله ما بكذب يا ابني، وانا عمري ما حطيت معلقه سكر لا في شاي ولا في قهوه ولا بشرب الحاجات السكريه خالص. وده اللي خلى حضرتك يعني ما باكلش العيش اسبوع، صحيح. يوم واحد في الاسبوع اللي هو يوم الجمعه، وده افضل طبعا، افضل طبعا صحيا جدا. عايز بقى ارجع مع حضرتك كابتن نجوى بقى للاجواء، بقى اجواء بطوله الماسترز في الدوحه في قطر اللي حضرتك يعني كمان شويه دقايق وهتدخلي سباق جديد. أيوه. هو سباق ظهر 50 متر، كلمينا بقى عن انواع المسابقه، المنافسين اللي موجودين في بطوله الماسترز في الدوحه. انواع المسابقه بتاعتي ولا بتاع كل انواع المسابقه؟ كلها واللي حضرتك شاركتي فيها. اللي انا شاركت فيها انا سباحه فري ستايل يعني حره يعني كرول، فان شاء الله عملت 100 حره وعملت 100 ظهر وعملت 50 حره، والنهارده عندي 50 ظهر، وبعد كده ان شاء الله باذن الله بكره اخر يوم هيبقى 200 حره. انا دي سباقه عشان مسموح 5 سباقات بس لكل سباح، فانا باخدهم كلهم واللي ربنا يكرمني فيهم بشكر عليه ربنا عليه. فانا النهارده رايح ال 50 باك ستراك الظهر، وبعد وبكره ان شاء الله اخر حاجه وبعد اللي هي 200 حره والعوده الى بلدي الحبيبه اللي ما وحشتني. طب كابتن نجوى في معاكي مدرب بيدربك؟ لا 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 يا حبيبتي، لا ما بيجيش معانا مدربين ولا حاجه خالص. سوري انا من عمري من 2010 لغايه دلوقتي بعمل كل ده لوحدي والله يا حبيبتي. سوري يعني يلا هقول لك ايه، ما شاء الله بجد. طب بتتمرني ازاي؟ يعني تمرينك عامل ازاي؟ نومك عامل ازاي؟ لا تمرين ما حدش يقدر يعمله، لان انا والله بتكلم بجد، لان انا يعني كم ساعه في اليوم في البطوله؟ كم ساعه في اليوم؟ عندي مثلا 200 حره دي لها تمرين، ال 100 حره لها تمرين، ال 50 حره لها تمرين، ال 100 ظهر لها تمرين، وال 50 ظهر له تمرين. زائد ان بيعملوا حساب البطلات اللي بيدخلوا معايا في بطولات العالم ايه ارقامهم، طبعا انا حافظاهم قبليهم يعني. بقالي 14 سنه بدخل معاهم يا حبيبي. طب كابتن نجوى، كابتن نجوى عارفين بعض كلنا. اتفضل. لو حابين نعرف كده من حضرتك يومك بيبقى عامل ازاي، يوم في حياه كابتن نجوى غراب، يعني اول ما تصحي من النوم ازاي بتقسمي يومك؟ التدريب بيبقى وقته قد ايه؟ بيبقى افضل الصبح ولا بالليل اكتر؟ كلمينا عن يومك. يا فندم انا عايز اقول لحضرتك يعني انا انسانه صباحيه. يعني ايه صباحيه؟ يعني بصحى من الساعه 5 الصبح اول حاجه اوضب حاجتي، ما باكلش كتير عشان هروح اعوم، اول حاجه في حياتي هي السباحه. بعد ما اروح اعوم والله ببقى سعيده، بعد كده بفطر
لكن انا انسانه صباحيه، مانيش انسانه مسائيه خالص. ويعني يعني الهواء والشمس والحركه، حضرتك عارفه طبعا ان انا يعني مختاره من WHO منظمه الصحه العالميه يعني متحدثه رسميه ليهم لغايه كمان شهرين جايه، يعني سفيره النوايا الحسنه. هم استهليها عن جداره يا كابتن نجوى، والله اختاروني عشان كده. اختاروني لمنطقه الشرق المتوسط كله. تتصوري تستهليها عن جداره، والله تستهلي اكتر من كده كمان، دي اقل حاجه. بيخليكي. طيب بيخليكي. اقل او كلمينا عن ردود افعال منافسينك عامله ازاي، يعني احكي لنا كده عن مواقف معاهم، مواقف يمكن كوميديه او غير كوميديه، يعني ايه بيبصوا لك ازاي، بيقولوا لك ايه؟ والله يا حبيبتي احنا الاولانيه كانت كنديه، كندا، وهي جامده قوي. وانا الثانيه كانت المانيه. واحنا قاعدين قبل ما نستلم بطوق الميداليات، لا 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 لا، اولا هم بيرحبوا جدا جدا بيا جدا. الناس كلها، كل الاجانب بياخدوني بالحضن، يعني عارفه ازاي، يعني عايزه اقول لحضرتك الرياضه دي منافسه شريفه طبعا. طب اعمارهم كانت ايه يا كابتن نجوى؟ واحد بيقدر اللي قدامه. امال ايه؟ امال ايه؟ وبقوم يحضنوني ويبوسوني ويباركوا لي الاجانب كلهم من اولهم لاخرهم. طيب كابتن نجوى، عايز اسالك اعمار المنافسين قد ايه؟ اعمار ايه حبيبتي؟ منافسين حضرتك الاولى مثلا الكندية. كلنا لازم نكون سن واحد. لازم. انا بدخل في سن 80 84 دلوقتي، كلنا لازم نكون في المرحله دي فقط. فكل 5 سنوات هي مرحلة، فأنا حاليا في المرحلة دي وكلهم معايا في نفس السن بالظبط. طب ده تحدي طبعا كابتن نجوى، يعني كل مرحلة طبعا، هو بطولة الماسترز بيبقى سن موحد للسباقات المعينة اللي بيتم الدخول فيها. ده نقطة تحدي، يعني السنة اللي فاتت كان في اليابان حققت المركز السابع على مستوى العالم كله، وكسرت الرقم القياسي، وده بيقول لنا انه رقم، يعني العمر ده مجرد رقم، يعني احنا نقدر نتحدى في اي فتره عمريه في حياتنا. التحدي اللي جاي بقى بعد اليابان، بعد قطر، شايفه التحدي اللي جاي ازاي؟ انا بقى حضرتك يعني هم بيقولوا ان في سنغافوره السنه الجايه. والله العظيم يا ابني انا اول ما بقول ايه بطوله عالم، يا نهار ابيض انا لسه ما اشتركتش فيها، يا خبر ابيض الحقوني لازم اشترك. فعندي يعني شغف كبير جدا في المنافسات، ولو ربنا اداني العمر يا رب يا رب لن اتراجع. لو ربنا ده طبعا بتاعت هو بتاعت ربنا سبحانه وتعالى مش بتاعتي، فانا اتمنى ربنا يديني حاجه لاسم ربنا. يا رب يديك الصحه يا كابتن نجوى. المصريه العربيه باسم المراه المصريه العربيه. طيب كابتن نجوى، الدعم بقى من اهلك عامل ازاي؟ يعني قرايبك اولادك عامل ازاي؟ يا خبر بيحبوني، بس ما عندهمش، هم بيحبوا يعني، هم يا سيدي يعني موهبه يا مدام حبيبتي، موهبه، مش كل واحد عنده الموهبه دي، فاهمه ازاي؟ من وانا صغيره يعني، حتى اخواتي لا، لكن وانا صغيره ربنا اداني الموهبه والحب ده والشغف ده. فاولادي بيعوموا طبعا، لكن ما عندهمش طبعا، مش كل واحد يعني، حضرتك في مصر كلها مين يعمل كده مثلا يعني. يعني نورتينا وشرفتينا ومبسوطين واديتينا طاقة إيجابية على الصبح، بنتمنى لك كل التوفيق من قلبنا، وهنتابع يعني عملتي إيه في المنافسة يا رب إن شاء الله الأولى. كل الشكر ليكي السباحة نجوى غراب الحاصلة على فضية بطولة العالم للسباحة الماسترز. كل الشكر ليكي كابتن نجوى، رفعتي راس مصر، وشكرا ليكي، شكرا لصوتك وحماسك والطاقة الإيجابية الجميلة اللي تتهنى كده على الصبح. صباح الخير يا مصر، كابتن نجوى غراب بطلة السباحة العالمية. دلوقتي نروح مع حضراتكم وموجز لأهم الأنباء، موجز الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة مع لمياء حمدين، اتفضلي يا لمياء. شكرا محمد. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير العلاج اللازم للطفل الفلسطيني محمد أنور الذي يعاني من السرطان.
أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تبذل كافة المساعي مع الشركاء للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بالرغم من ضيق الوقت. جاء ذلك خلال مشاركة شكري في فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي والذي تستضيفه تركيا. وحذر شكري من عواقب أي عملية عسكرية إسرائيلية برية في مدينة رفح الفلسطينية، محذرا كذلك من الخطورة المتزايدة لامتداد رقعة الصراع بالمنطقة. كما شدد شكري على أن مصر حافظت منذ يوم 8 أكتوبر الماضي على أن يظل معبر رفح مفتوحا، إلا أن الجهود المصرية المستمرة لإيصال المساعدات لقطاع غزة قوبلت بعراقيل تحول دون إنفاذ تلك المساعدات. أكدت مصر ضرورة عدم الاستمرار في ازدواجية المعايير في الحفاظ على البيئة وغض البصر عن التدهور البيئي المتعمد في الأراضي الفلسطينية. وفي كلمتها أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة، أوضحت مصر أن العالم يراقب ويوثق ما يحدث للشعب الفلسطيني، مشددة على أنه لا يمكن الاستمرار في إعطاء رسائل متضاربة فيها ازدواجية في المعايير. كما دعت مصر إلى اتخاذ موقف موحد لمنح الفلسطينيين الحق الكامل في الحصول على احتياجاتهم الأساسية من مواردهم الطبيعية، مشيرة إلى تطابق الشيء نفسه على منطقة البحر الأحمر، ومعتبرة أن الوضع غير المسبوق هناك تسبب في تدمير النظام البيئي والتنوع البيولوجي والمياه البحرية. تقدمت الهيئة العليا لشؤون العشائر الفلسطينية في قطاع غزة بالشكر والتقدير لمصر على جهودها في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر. وقال المفوض العام للهيئة العليا للعشائر عاكف المصري إن مصر منذ بداية العدوان على غزة في 7 أكتوبر من قبل الاحتلال الإسرائيلي لم تدخر جهدا في سبيل توفير المساعدات والمواد الطبية والإغاثية بكل الطرق، مثمنا جهود الهلال الأحمر المصري الذي يبذل جهودا مضاعفة في توفير وتنظيم إدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني. وأضاف المفوض العام للهيئة العليا للعشائر أن جهود مصر لم تقف عند حد دعم حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية وتحشيد الرأي العام الدولي لدعم الشعب الفلسطيني، بل فتحت أبوابها أمام مرور المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة، وقدمت نحو 80% من المساعدات الموجهة لأهالي غزة، فضلا عن إقامة عدد من المخيمات لإيواء النازحين وإقامة المستشفيات. استشهد 17 فلسطينيا وأصيب العشرات جراء استهداف قوات الاحتلال 3 منازل على رؤوس ساكنيها في دير البلح وجباليا في قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منزلين مجهولين شرق دير البلح وسط قطاع غزة، مشيرة إلى أن 15 شهيدا وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، بالإضافة إلى عشرات الجرحى. وفي مخيم جباليا شمال القطاع قصفت قوات الاحتلال منزلا يؤوي 70 شخصا، وأشارت الوكالة إلى أنه تم نقل الشهيدين إلى المستشفى، في حين ستقوم طواقم الدفاع المدني اليوم لكشف مصير من كانوا في المنزل وسط حديث عن مجزرة. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يأمل بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة بحلول شهر رمضان. وأوضح الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة لا تزال تعمل بصدد هذه المسألة، مشيرا إلى عدم التوصل إلى ذلك بعد. وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن خططا لتنفيذ أول عملية إنزال جوي للأغذية والإمدادات إلى غزة، مشيرا إلى أن الإنزال الجوي الأمريكي سيتم في الأيام المقبلة. وقع كبار المسؤولين في العديد من وسائل الإعلام العالمية رسالة تحث السلطات الإسرائيلية على حماية الصحفيين في غزة. وقالت لجنة حماية الصحفيين إن هذه الحرب هي الأخطر على الإطلاق بالنسبة للصحفيين، وأشاروا إلى أن الصحفيين مدنيون ويجب على السلطات الإسرائيلية حمايتهم وفقا للقانون الدولي. مشاهدينا، انتهى موجز 8، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.
إنجاز رياضي جديد، منتخب مصر حصد كأس البطولة العربية للكونغ فو اللي استضافتها تونس بعد الفوز ب 42 ميدالية متنوعة، وده إنجاز رياضي بيضاف لإنجازات منتخب الكونغ فو المصري. معانا النهاردة بطلة من أبطال منتخبنا الوطني اللاعبة حبيبة رمضان الحاصلة على الميدالية الذهبية ببطولة العرب للكونغ فو. صباح الخير عليك يا حبيبة وألف مبروك. طبعا النور عليك، الله يبارك فيك. أنت عندك كم سنة يا حبيبة؟ عندي 16 سنة. يعني البطولة العربية كانت قوية جدا على مستوى المنافسة، احكي لنا استعديت لها ازاي، ويعني انت طبعا وباقي بعثة المنتخب. بصي، هو اولا في الاول بس حابة اشكر كابتن شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي ونائب رئيس الاتحاد الدولي على توفيره لينا كافة استعدادنا للبطولة. احنا معسكرين بقالنا سنة، معسكر مفتوح تحت قيادة الخبير المصري كابتن حسين عبد الموجود. عسكرنا وكنا بنصفي، كنا بنصفي كل فترة. جميل. طب حبيبي اتفضلي يا حبيبي كملي. كنا بنصفي كل فترة، ومن خلال التصفيات دي كان ضم أفضل لعيبة في كل ميزان، اللي تم ضمه للمعسكر المغلق اللي هو كان في اسكندرية، وكان معانا في المعسكر دكتور احمد نصير. جميل. الدكتور ده كان مقيم معانا طول فتره المعسكر، ودي كانت حاجه كويسه جدا. وكان معانا كابتن محمود عبده وكابتن اشرف فوزي، كانوا بجد بيعتبرونا اكتر من اولادهم في المعسكر، مش بس لعيبه منتخب. وطبعا كابتن حسين كان يعني كان معرفنا كل حاجه بجد، كان معانا على طول، كان معرفنا كل حاجه. كل التحيه طبعا ليهم. انا عايز بس اتكلم معاك يا حبيبه كده، اخترتي ليه الكونغ فو؟ يعني كونغ فو رياضه عنيفه جدا، كبنت ايه اللي عجبك في انك انت تحترفي وتتدربي وتتعلمي كونغ فو؟ فهو بالظبط اللي حضرتك قلت، انا بحب الحاجات المختلفه جدا، وده من صغري اصلا. فزي ما حضرتك قلت، انا هي بالاول جت معايا صدفه. ازاي بقى؟ جت معايا صدفه، كنت ماشيه فلقيت نادي، فاللي هو دخلت فاتمرنت تمرينه، فاللي هو جت معايا صدفه. لكن بعد كده حسيت ان الموضوع لا بيجذبني، وانا حباه جدا، وحابه حاسه ان هو مختلف وبنت وفي يعني ضرب والعاب قوه وكده. حسيت الموضوع كويس. طب حبيبه انت 16 سنه، يعني في سنه كام دلوقتي؟ اولى ثانوي مثلا؟ انا ثانويه عامه ثانيه ثانوي. طيب بتتمرني يعني ازاي بتوفقي ما بين دراستك وتمرينك؟ بصي، هو الموضوع يعني مش صعب ومش سهل. اكيد يعني اكيد صعب. لا، هو مش صعب، هو يعني ما نقدرش نقول عليه صعب، اللي هو صعب قوي، وما نقدرش نقول عليه سهل. بس هو انا الحمد لله عصافه من بين الحالتين، وكمان يعني الحمد لله المفروض ان احنا نعرف نوفق جدا، عشان احنا بنسافر كذا دوله، ولازم ان احنا نروح هناك ونتكلم معاهم وبلغتهم. دي حاجه طبعا يعني دي حاجه يعني لينا احنا شخصيا. طيب البطوله العربيه للكونغ فو في تونس، منتخبنا للكونغ فو حصد حوالي 42 ميداليه، كلمينا بقى انت يا حبيبه حققتي كم ميداليه، والمنافسه كانت عامله ازاي في بطوله تونس؟ هقول لك على حاجه، هو السنه ده بيلعب في ميدان واحد، فبيبقى ليه ميداليه واحده. ساندا اسمها، ساندا. ساندا. بالنسبه للاساليب، ده اللاعب مثلا ممكن يدخل على حسب السوق اللي هو داخل فيه، فممكن يحصل على كذا ميداليه. انا بلعب ساندا، الحمد لله خدت ميداليه ذهبيه. ما شاء الله. 56 كيلو. جميل. الحمد لله، انا فرحنا جدا لما خدت الميداليه. بس انا لعبت قبل ما مصر تاخد الدرع العام للبطوله. فقبل ما تاخد الدرع الاول، انها مصر تاخد اول عام مع البطوله، ففرحتي ما كملتش غير لما الحمد لله مصر خدت اول، عشان ده شرف لينا اصلا، واحنا جايين بنلعب باسم مصر، مش رايحه العب باسم حبيبه رمضان لوحدي. فدي حاجه برافو يا حبيبه جدا، ان احنا بنلعب باسم مصر ونروح الوطنيه. بجد انا ما فرحتش بجد من قلبي غير لما شفت علم مصر كده بيتوج، وسمعت النشيد الوطني ان هو اول على البطوله العربيه كلها. طب مين اصعب لعيبه واجهتيها في لعبه الكونغ فو يا حبيبه، او في البطوله؟ لا في البطوله. في البطوله هو انا لعبت مع تونس بس، يعني في البطوله انا لعبت مع تونس. لكن لو في اللعبه كلها، بصي زي ما قلت لحضرتك من الاول، احنا لعبه
العاب قوه، فاللعبه لعبه قويه، فطبيعي كل اللعيبه اللي انا قابلها هتكون لعيبه قويه طبعا سواء دولي او محلي. طب مين اللي انت خايفه تواجهيها؟ يعني مين اللعيبه او مش خايفه، مين اللي انت بتستعدي لها قوي في مواجهتها؟ بصي احنا يعني مش بصي هو مفيش حاجه تخاف منها. اولا اقول لك على حاجه، مفيش دوله تتخاف منها. لكن احنا بنعمل اقصى ما عندنا عشان نلعب مع اقوى دول ونلعب معاهم كويس ونكسبهم كمان. مين بقى الدول دي؟ يعني قولي لي دوله من الدول دي اللي انت يعني زي الدوله زي اللعبه بتاعت يعني الدوله اللي هي عامله اللعبه نفسها اللي هي الصين. يعني الصين مثلا دوله قويه جدا، بس احنا استطعنا ان احنا نتغلب عليهم في 2022 ونحصل على المركز الثاني عالميا، وكنا قبل الصين وتغلبنا عليهم الحمد لله، وده كان تحت قياده ده الصين هما بقى اللي اخترعوا اللعبه، يعني احنا غلبنا اللي اخترعوا اللعبه نفسها. ايوه في 2022 في بطوله العالم اللي كانت في اندونيسيا. صحيح. فدي طبعا كانت حاجه احنا يعني احنا كنا منتخب المفاجاه، ده شعارنا احنا منتخب المفاجاه، وفعلا عملنا مفاجاه في 22 وتغلبنا على اصل اللعبه اصلا الدوله اللي عملت اللعبه. جميل. ما شاء الله عليكي، يعني انت ما تخافش عليكي يا حبيبه، يعني لسه من شويه بتقولي ان في لعيبه اقويه، لكن انت قويه كمان، انت عندك تصميم واراده وتحدي وما شاء الله عليكي. عايزك بقى تقول لنا كده وتقولي للناس اللي بيشوفونا بتتدربي ازاي، بالتحضير اكيد للعبه قويه جدا زي الساندا او الكونغ فو، محتاج وقت ومحتاج نظام معين في التدريب وفي النظام الغذائي، كلمينا ازاي بتستعدي لبطوله مهمه زي البطوله العربيه او حتى لو شاركتي في بطوله العالم للكونغ فو. طبعا انا بتمرن طول السنه لحد مثلا بدخل المنتخب، فالمنتخب ده بيبقى ليه يعني نظام ويعني كده، فاحنا بنتمرن طول السنه مع المدربين بتوعنا، وبندخل منتخب نتمرن بيبقى في حاجه اسمها اكل معين وشرب معين ونوم معين في الساعه دي، والساعه دي نصحى ناكل حاجات معينه عشان جسمنا يكتسب الفيتامين او الحاجات اللي احنا محتاجينها. جميل. وطبعا بيبقى معانا دكتور وبيبقى معانا كل حاجه، يعني ايه احنا ما بنعملش حاجه بس احنا اللي بيتقال لنا بنعمله، وده اللي بيخلينا نسافر نحقق نتائج بره. جميل. عشان اي اكله مش يعني اي اكله فيها نسبه سكريات عاليه اي حاجه بتاثر علينا. نشكرك حبيبه، الف الف مبروك حبيبه رمضان البطله المصريه اللي حصلت على الميداليه الذهبيه ببطوله العرب للكونغ فو، الف الف مبروك. من التفوق الرياضي لإبداعات فنية متميزة بتعكس خيال 50 طفل من مصر والصين عن واحد من أهم المشروعات القومية وهي العاصمة الإدارية الجديدة، إزاي بيشوفوا العلاقات بين الشعبين المصري والصيني؟ خلونا نعرف بسنت تفاصيل أكتر عن المشاركة المصرية الصينية والإبداعات الفنية المختلفة من دكتور سلوى حمدي رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والمعارض بقطاع الفنون التشكيلية. بنقول لها صباح الخير دكتور سلوى. صباح الخير يا محمد، صباح الخير عليك وعلى بسن وعلى كل أسرة البرنامج وكل أهل مصر. طب في البداية كده حابين نتعرف من حضرتك على أكتر من معرض اللي تم إقامته ومكان إقامته، إزاي جمع ما بين يعني إبداعات ورسومات الأطفال من مصر والصين؟ بصوا معرض تصوير ورسم لخمسين طفل وطفلة مصريين وصينيين من أبناء البعثات الصينية العاملة في مصر، وهو كان تم التنسيق بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة، قطاع العلاقات الثقافية الخارجية وقطاع الفنون التشكيلية والمركز الثقافي الصيني والشركة الصينية لإدارة الموهوبين بالقاهرة. الحقيقة كان مكان العرض جيب مناقشة كده بين دكتور وليد قنوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية وأستاذ أمير تدرس رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية لتحديد مكان للمعرض في أحد قاعات العرض، اللي جات فكرة أستاذ أمير تدرس بأن يكون المعرض في مدخل وزارة الثقافة في العاصمة الإدارية، ده لأن المعرض أصلا بيتكلم عن العاصمة الإدارية في عيون الأطفال، وهم بالفعل عملوا حالة من البهجة بأعمالهم في مدخل الوزارة. يعني طيب يعني حابين حضرتك تكلمينا عن يمكن الأعمال المعروضة
ورؤية أصحاب المراكز الفائزة وخيالهم يعني عن العاصمة وأبرز ما فيها. الأعمال المعروضة بتعكس رؤية الأطفال للعاصمة، فهتلاقي بقى في الشغل تنوع في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الأشكال المعمارية، المباني الشاهقة اللي أصبحت تضاهي في العاصمة أجمل المدن العالمية والأوروبية والمدن العربية. هتلاقي تعبيرهم عن الأماكن النافورة، الأماكن الطبيعية. الحقيقة كان الاختلاف بين أعمال الأطفال الفايزين والأعمال العادية هو اختلاف في التقنيات الفنية بقى. يعني إيه؟ يعني في أطفال رسموا الرسوم العادية جدا، وفي أطفال كان خيالهم أوسع وكان اتحرروا من المسطرة في استخدام الفكرة. ألوانهم مختلفة، التقنيات كلها فنية يعني. طب دكتور، شعار المعرض هو المستقبل يبدأ من هنا، سر اختيار هذا الشعار؟ المستقبل يبدأ من هنا، أعتقد أن هي معنى شامل لآفاق المستقبل. لو قلنا المكان العاصمة الإدارية هي بداية مرحلة جديدة، لو قلنا الطفل هو المستقبل، هو البداية اللي جاية إن شاء الله. لو قلنا يعني التعاون بيننا وبين دولة الصين في أطر بروتوكولات جاية، خاصة وإن يعني مصر أصبحت دلوقتي في تعاون كبير بينها وبين الصين، دي بداية. فالمستقبل يبدأ من هنا، يبدأ من الطفل، من المرحلة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله. طب إيه هي الرسالة اللي بتحملها، خليني أقول، لوحات حول التعاون بين مصر والصين في المجالات الثقافية المختلفة؟ يعني تبادل على كل المستويات. يعني لما نقول إن الأطفال بيرسموا العاصمة، يعني ده تبادل ثقافي على كل المستويات. طب رؤية الأطفال الصينيين للعاصمة الإدارية من خلال لوحاتهم كانت عاملة إزاي؟ بصي، هي اللغة الوحيدة اللي بتجمع الأطفال والكبار وكل دول العالم هي اللغة البصرية، الفن. فهم شايفين ان دي حاجة يعني مهولة. استشعروا مثلا على سبيل المثال في بعض اللوحات اللي لفتت نظري، حضرتك لما تدخلي الحي الحكومي هتلاقي المداخل على شكل المعابد، في كده البنايات فرعونية، ده اللي بيميز الحي الحكومي. هم طبعا ما يعرفوش ان الحي الحكومي بالفعل التصميم الهندسي بتاعه على شكل مفتاح الحياة. صحيح. بيجي رأس مفتاح الحياة اللي هو كان اللي هو البرلمان، وبعدين مجلس الوزراء، وبعدين حي الوزارات. ده التصميم. هما طبعا ما عرفوش المعلومة، انما انا لقيت في رسومهم جميل هذا التعبير الجميل اللي هما بتلقائية شديدة جدا رسموه في احد الاعمال اللي واخدة جايزة. هو حس الطفل ان هنا في حاجة، يعني في حاجة فرعونية. فهم نقلوا، استشفوا باحساسهم الجمال في الطبيعي، الحدائق اللي اتعملت في العاصمة والنوافير اللي اتعملت في العاصمة والساحات الترفيهية، نقلوا ده بشكل بسيط. جميل. طفولي بدون تدخل يعني. بالظبط، هي أجمل حاجة فيها الشكل الطفولي أو البراءة في التفاعل مع العاصمة الإدارية الجديدة. وسامحك قلت إن الثقافة البصرية هي مشترك ما بين كل الشعوب والحضارات اللي في الدنيا. طبعًا. وده هيخليني أسأل حضرتك، هل ممكن نشوف خطوة أخرى إنه أطفال مصريين يروحوا في الصين إلى أماكن محددة ويستلهموا تجربة الصينية، يشوفوا بعض المعالم في المدن، بعض المعالم الحضارية في الصين، ويستلهموا بعيونهم المصرية الحضارة دي؟
هو بالفعل ده بيحصل. يعني هو في دلوقتي تعاون ثقافي كبير بين مصر والصين، والحقيقه في بعثات للكبار وللاطفال، اللي الكبار بتيجي عن طريق وزاره الثقافه على سبيل المثال، وللاطفال بيحصل عن طريق وزاره التربيه والتعليم. والحقيقه هو اطر مفتوحه مهمه جدا، خاصه بعد دخول مصر ك يعني مشترك رئيسي في دول البريكس. صحيح. فلا في طبعا في يعني تعاون مهم جدا بيحصل، وفي طول الوقت افواج بتروح وتيجي، وبقى في يعني ثقافه متبادله حقيقيه بيننا وبين الصين يعني. طيب والمبادرات الثقافيه المشتركه دي يعني هي طبعا بتساهم في تعزيز الثقافات ما بين البلدين، هل هنشوف مبادرات اكتر في الفتره الجايه؟ ده حقيقي كنا بنتكلم فيه مع مستر ساميون اللي هو المستشار الثقافي الصيني قبل الافتتاح، وهو طول الوقت الحقيقه شغال معانا بشكل مكثف على الحكايه دي. في معارض للكبار مشتركه بيننا وبينهم، في فنانين بيعرضوا هناك زي ما في فنانين بيعرضوا هنا، وفي اطفال بتسافر زي ما في اطفال كتير بتيجي هنا ضمن البعثات الصينيه يعني. طب حضرتك كمدير اداره المتاحف والمعارض بقطاع الفنون التشكيليه، الاهتمام بالطفل ونشر ثقافه الوعي الفني او الوعي التشكيلي والبصري للاطفال من خلال متاحفنا، ده بيتم ازاي؟ هقول لحضرتك، بالنسبه للطفل هو يعني اولا في اجراءات على مستويين. اتفضل. ان احنا بنروح للاطفال عن طريق وزاره التربيه والتعليم، يعني في ادارات مختصه بالتنشيط الثقافي اللي بتعمل ربط بين المواقع الثقافيه ووزاره التربيه والتعليم، فبيبقى المنهج احيانا بيتم في المتحف. والحاجه الثانيه ان الطفل بنستقبله مجانا، يعني الاطفال بنستقبلهم في المتاحف كلها مجانا، ده غير بقى مبادرات ذوي الاحتياجات الخاصه، ده غير مبادرات استقبال اللي هي بيوت بعض الـ يعني بيوت الرعايه الاجتماعيه. صحيح. فلا في طبعا في حراك كبير تجاه الطفل تحديدا في المراكز الثقافيه وفي المتاحف وفي المعارض، بيتعمل كل سنه بنالي للطفل وبيعلن عنه، واصبح دلوقتي اللينك بتاعه معروف في كل الادارات التعليميه، وبنلاقي عليه اقبال شديد لدرجه ان احنا ما بنبقاش عارفين. يعني كميه الاعمال اللي بتجي لنا كبيره جدا، فبنجيب اساتذه من الجامعات يساعدونا في اختيار الاعمال المنتقاه. فلا الطفل طبعا الحمد لله يعني في اهتمام كبير بيه في وزاره الثقافه. أشكرك شكرا جزيلا دكتورة سلوى حمدي رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والمعارض بقطاع الفنون التشكيلية، وصباح الخير على حضرتك. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع من بعد ونكمل بقية فقراتنا، خليكم معانا. من صباح على حضراتكم وأهلا بيكم، وموجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. ونبدأ نشرتنا الرياضية مع فريق الأهلي اللي فاز على فريق يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وبالفوز ده يأتي الأهلي في صدارة مجموعته برصيد 12 نقطة، بينما حل يانج أفريكانز في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ليصعد الفريقين إلى دور الثمانية عن المجموعة الرابعة. وفريق فاركو حقق فوز مهم على فريق البنك الأهلي بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم على استاد الماكس ضمن الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري المصري نعيل الممتاز، وبيحتل فريق فاركو المركز 16 بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقط، وتوقف رصيد فريق البنك الأهلي عند النقطة 12 محتل المركز الـ15.
ومحمود عماد لاعب وسط نادي فاركو حصل على جائزة رجل مباراة فريقه أمام البنك الأهلي بعد اختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة بعد مساهمته في الفوز. فريق سيراميكا فاز على فريق المقاولين العرب بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان في الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة ال15 من عمر مسابقة الدوري المصري، وارتفع رصيد سيراميكا إلى النقطة 21 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما يتجمد رصيد المقاولين العرب عند النقطة الثامنة في المركز ال17 وقبل الأخير. أحمد ياسر ريانا مهاجم سيراميكا حصد لقب رجل مباراة سيراميكا والمقاولين، وده بعد ما أحرز هدف تأكيد الفوز لفريقه في المباراة. كمان في الدوري السعودي حسم فريق الهلال كلاسيكو الكرة السعودية بالفوز على نظيره اتحاد جدة المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري أحمد حجازي بنتيجة 3-1، وده على ملعب المملكة أرينا لحساب الجولة ال22 من منافسات الدوري السعودي. وبيتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 62 نقطة وبفرق 9 نقاط عن النصر صاحب الوصافة والمركز الثاني، فيما يتواجد الاتحاد في المركز الخامس بترتيب الدوري برصيد 37 نقطة وبفارق نقطتين عن التعاون صاحب المركز الرابع. النجم الأسباني إبراهيم دياز حصد جائزة أفضل لاعب في شهر فبراير مع نادي ريال مدريد الإسباني بعد تألقه اللافت مع الفريق الملكي، وبعد خوض 6 مباريات مع الفريق الملكي سجل خلالهم هدفين وقدم أداء قوي. المسؤولين في نادي بايرن ميونخ الألماني أنهوا إجراءات تفعيل بند الشراء في عقد إعارة الإنجليزي إيريك داير المعار من توتنهام الإنجليزي، وأكدت صحيفة ذا أتلتيك على أن اللاعب إيريك داير أتم كل الالتزامات التعاقدية والمطلوبة لتحويل إعارته إلى بايرن ميونخ الألماني إلى انتقال دائم في الصيف، وده بعد ما دفع بايرن رسوم إعارة بقيمة 4 ملايين يورو لتوتنهام. كمان في الدوري الألماني تعادل بايرن ميونخ مع فرايبورغ بنتيجة 2-2 في المباراة اللي جمعتهم امبارح في افتتاح مباريات الجولة ال24 من الدوري الألماني. بالنتيجة دي رفع بايرن ميونخ رصيده ال54 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني، وخطف باير ليفركوزن المتصدر برصيد 61 نقطة، بينما ارتفع رصيد فرايبورغ للنقطة ال30 في المركز التاسع. في الدوري الفرنسي تعادل باريس سان جيرمان مع مضيفه فريق موناكو بدون أهداف في المباراة اللي جمعتهم امبارح على ملعب لويس الثاني في افتتاح مباريات الجولة ال24 من الدوري الفرنسي. بالنتيجة دي عزز باريس سان جيرمان صدرته لجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 55 نقطة، متفوق بفارق 12 نقطة عن أقرب ملحقي فريق بريست الوصيف برصيد 43 نقطة، بينما رفع موناكو رصيده ل42 نقطة في المركز الثالث. في الدوري الإيطالي حقق إي سي ميلان الفوز على فريق لاتسيو بهدف نظيف في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب الأولمبيكو في افتتاح مواجهات الجولة ال27، وده من مسابقات أو من منافسات الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2023-2024. بالنتيجة دي رفع ميلان رصيده ل56 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما توقف رصيد لاتسيو عند 40 نقطة في المركز التاسع. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، ومرة تانية نرجع لمحمد وباسانت نكمل معهم فقرات. شكرا ليك يا لميا. في اهتمام كبير بزيادة معارض أهلا رمضان في المحافظات لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة. في كمان تعاون ما بين مديريات التموين في عدد من كبرى شركات ومصانع الأغذية عشان يتم توفير السلع بأسعار منخفضة بنسبة تتراوح من 20% ل35%. فعلا كل سنة وحضراتكم كلكم طيبين. خلاص أيام ويبدأ شهر رمضان المبارك. نعرف تفاصيل أكثر من الأستاذ عبد الله وكيل وزارة التموين بالأليوبية. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم. يعني بداية كلمنا عن الاهتمام بزيادة أعداد معارض أهل رمضان داخل محافظة القليوبية وفي المحافظات بشكل عام. البداية كل عام وحضراتكم بخير. حضرتك طيب. طبعا اهتمام القيادة السياسية بتخفيف العبء على المواطنين بالتوسع في أكبر عدد ممكن من المعارض لأهل رمضان. تعليمات معالي الوزير الدكتور علي المصلحي بأن يكون في كل محافظة عدد 3 معارض كحد أدنى معارض رئيسية.
احنا الحمد لله في محافظة القليوبية مخطط للمحافظة بتعليمات معالي الوزير ومعالي اللواء المحافظ من 8 إلى 12 معرض أهل رمضان بخلاف الشوادر والسلاسل التجارية المشاركة في أهل رمضان بخلاف السيارات المتنقلة لمنافذ أمان وتحيا مصر وبعض المجمعات الاستهلاكية وفروع جمعيتي المشاركة في معارض أهل رمضان بحيث ندي إتاحة في جميع المحافظات وجميع المراكز يكون فيها أكثر من معرض مش معرض واحد لزيادة أكبر عدد وأكبر فرص ممكنة للمواطنين بالاستفادة من التخفيضات اللي تتراوح من 20% إلى 35%. في محافظة الأيوبية حتى الآن فتحنا 4 معارض رئيسية وأنا الآن في الطريق لافتتاح المعرض الخامس في منطقة ميت عاصم بمدينة بنها وهيشرفنا فيها معالي المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان. هل بيتم توفير كل السلع؟ يعني احنا شايفين دلوقتي قدامنا على الشاشة تقريبا معظم السلع، في كمان سلع رمضانية هي موجودة قدامنا، هل بيتم توفير كل السلع يا فندم ولا في سلع معينة؟ كل السلع يا فندم متوفرة بجودة عالية وبسعر تنافسي عن مثيلاتها في الأسواق بتخفيضات من 20% لـ30%. خلينا أقول لسيادتك إن الرز موجود في المعارض بداية من 27 جنيه للرز الحبة الرفيعة و30 جنيه للرز الحبة العريضة والسكر طبعا السعر ما فيش كلام فيه، سعر المبادرة 27 جنيه في كل المعارض داخل القليوبية وفي كافة المحافظات بأنحاء الجمهورية. الزيت بيبدأ سعة 700 ملي من 55 جنيه وسعة لتر بيبدأ من 75 جنيه. في معرض اليوم اللي احنا بنتشرف بافتتاحه اليوم هيكون في أسعار مفاجأة للمستهلك. جميل. هنبدأ سعر الزيت سعة 700 ملي ب 45 جنيه. هو فين النهارده؟ هتفتتحوه فين؟ من 65 جنيه، نعم يا فندم؟ هتفتتحوه فين النهارده؟ هنفتتح المعرض النهارده في منطقة ميت عاصم بمركز بنها. جميل، ده أخبار حلوة جدا ومبشرة كده، كلنا هنروح بقى ميت عاصم النهارده نشوف يا فندم تنوروا الدنيا كلها. لا دي حاجة عظيمة جدا، عايز أسأل حضرتك دكتور عيد لو تسمح لي، مهم جدا طبعا التخفيضات اللي حضرتك بتقول عليها، لكن مهم كمان ان يبقى في تاكد انه البيع بيتم بالاسعار المعلنه، يعني ده سؤالي لحضرتك، هل في لجان متابعه، لجان رقابيه بتتاكد انه الاسعار اللي بيتم البيع بيها هي نفس الاسعار المعلنه؟ في رقابه مستمره يا فندم، هو مش مجرد الاهتمام بافتتاح المعارض وتركها، احنا بنفتتح المعارض وبنتابعها يوميا، بيبقى موجود في المعارض الرئيسية مدير الإدارة المختصة ومعاه مجموعة من المفتشين، وفي المعارض الفرعية بيكون في على الأقل مفتش تموين موجود لمتابعة البيع والرقابة على الأسعار والرقابة على الجودة على أساس أن السعر تنافسي لكن الجودة لا تقل عن مثيلاتها في الأسواق. هل في من المعارض دي في القاهرة يا فندم؟ في يا فندم في القاهرة برضه فتحوا تم معالي الوزير شرفنا بافتتاح معرض القاهرة وافتتاح معرض في سلسلة باندا في المعادي ولسه في معارض كتير هتفتح بأمر الله، أعتقد إن هما كمان فتحوا في معرض تم افتتاحه في مدينة بدر. تمام. طب عشان نعرف الناس يعني خريطة المعارض دي، هل في وسيلة الناس تعرف فين أماكن تواجد معارض أهل رمضان؟ وكمان سؤال لحضرتك، مواعيد العمل بتشتغل من الساعة كام للساعة كام؟ مواعيد العمل يا فندم في كل المعارض في أنحاء الجمهورية من 10 صباحا وحتى 10 مساء. بالنسبة لمعارض محافظة القليوبية اللي تم افتتاحها وأقول لحضرتك عليها، افتتاح معرض أهلا رمضان بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة ومعرض أهلا رمضان بمدينة بنها بشارع الأهرام ومعرض أهلا رمضان بمدينة بنها بمنطقة الحرس الوطني ومعرض أهلا رمضان بمدينة أجهور الكبرى بمدينة طوخ، دول اللي تم افتتاحهم حتى الآن.
واليوم هيتم افتتاح معرض أهل رمضان بمنطقة 100 عاصم في بنها، وخلال أيام سيتم افتتاح معرض بهتيم بشرق شبرا ومعرض الخصوص بمدينة الخنكة، يليه معرض القناطر الخيرية وتتوالى افتتاح المعارض بمحافظة القليوبية والمحافظات الأخرى. على كل حال بنشكرك الأستاذ عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية، كل سنة حضرتك طيب وكل طبعا مشاهدينا بألف خير. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لأهم وآخر الأنباء، موجز التاسعة صباحا مع لمياء حمدين. نرجع لك مرة ثانية لمياء، تفضلي. شكرا لك محمد. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير العلاج اللازم للطفل الفلسطيني محمد أنور الذي يعاني من مرض السرطان. بدأ وزير الخارجية سامح شكري جولة خارجية تشمل الدوحة والرياض، وذلك لرئاسة وفد مصري في أعمال اللجنة العليا المشتركة مع قطر، والاجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في إطار آلية التشاور السياسي بين مصر ومجلس التعاون. ومن المقرر أن يرأس شكري اليوم في العاصمة القطرية الدوحة مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر ودولة قطر. ومن المنتظر أن تتناول اللجنة مختلف أوجه التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني، وآليات تنميتها وتطويرها لما فيه خير ومصلحة للشعبين الشقيقين، فضلا عن إجراءات مباحثات معمقة بشأن القضايا الإقليمية وعلى رأسها أزمة قطاع غزة، وجهود البلدين في سبيل إنفاذ التهدئة ووقف الحرب الإسرائيلية ضد القطاع. أكدت مصر ضرورة عدم الاستمرار في ازدواجية المعايير في الحفاظ على البيئة وغض البصر عن التدهور البيئي المتعمد في الأراضي الفلسطينية. وفي كلمتها أمام اجتماع اللجنة أو الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة، أوضحت مصر أن العالم يراقب ويوثق ما يحدث للشعب الفلسطيني، مشددة على أنه لا يمكن الاستمرار في إعطاء رسائل متضاربة فيها ازدواجية في المعايير. كما دعت مصر إلى اتخاذ موقف موحد لمنح الفلسطينيين الحق الكامل في الحصول على احتياجاتهم الأساسية من مواردهم الطبيعية، مشيرة إلى تطابق الشيء نفسه على منطقة البحر الأحمر، معتبرة أن الوضع غير المسبوق هناك تسبب في تدمير النظام البيئي والتنوع البيولوجي والمياه البحرية. تقدمت الهيئة العليا لشؤون العشائر الفلسطينية في قطاع غزة بالشكر والتقدير لمصر على جهودها في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر. وقال المفوض العام للهيئة العليا للعشائر عاكف المصري إن مصر منذ بداية العدوان على غزة في 7 أكتوبر من قبل الاحتلال الإسرائيلي لم تدخر جهدا في سبيل توفير المساعدات والمواد الطبية والإغاثية بكل الطرق، مثمنا جهود الهلال الأحمر المصري الذي يبذل جهودا مضاعفة في توفير وتنظيم إدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني. وأضاف المفوض العام للهيئة العليا للعشائر أن جهود مصر لم تقف عند حد دعم حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية وتحشيد الرأي العام الدولي لدعم الشعب الفلسطيني، بل فتحت أبوابها أمام مرور المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة، وقدمت نحو 80% من المساعدات الموجهة لأهالي غزة، فضلا عن إقامة عدد من المخيمات لإيواء النازحين وإقامة المستشفيات. استشهد 17 فلسطينيا وأصيب العشرات جراء استهداف قوات الاحتلال 3 منازل على رؤوس ساكنيها في دير البلح وجباليا في قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منزلين مجهولين شرق دير البلح وسط قطاع غزة، مشيرة إلى أن 15 شهيدا وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بالإضافة إلى عشرات الجرحى. وفي مخيم جباليا شمال القطاع قصفت قوات الاحتلال منزلا يؤوي 70 شخصا، وأشارت الوكالة إلى أنه تم نقل شهيدين إلى المستشفى، في حين ستقوم طواقم الدفاع المدني اليوم لكشف مصير من كانوا في المنزل وسط حديث عن مجزرة.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يأمل بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة بحلول شهر رمضان. وأوضح الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة لا تزال تعمل بصدد هذه المسألة، مشيرا إلى عدم التوصل إلى ذلك بعد. وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن خططا لتنفيذ أول عملية إنزال جوي للأغذية والإمدادات على غزة، مشيرا إلى أن الإنزال الجوي الأمريكي سيتم في الأيام المقبلة. Now, all indications are this bill won't even move forward to the Senate floor. Why? وقع كبار المسؤولين في العديد من وسائل الإعلام العالمية رسالة تحث السلطات الإسرائيلية على حماية الصحفيين في غزة. وقالت لجنة حماية الصحفيين إن هذه الحرب هي الأخطر على الإطلاق بالنسبة للصحفيين، وأشاروا إلى أن الصحفيين مدنيون ويجب على السلطات الإسرائيلية حمايتهم وفقا للقانون الدولي. أعلنت القوات الأمريكية تنفيذ ضربة ضد صاروخ أرض جو تابع لقوات الحوثي كان مجهزا للانطلاق من اليمن. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الحوثيين أطلقوا أمس صاروخا باليستيا مضادا للسفن باتجاه البحر الأحمر من اليمن. مشاهدينا، انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. صباح لحضراتكم من جديد، وكلها خلاص كام يوم وهنستقبل شهر رمضان المبارك. ويمكن اكتر تحدي بيواجهنا كلنا دلوقتي هو هظبط وقتي ازاي، المواعيد، الصحيان بدري، طب والقهوه، طب ميعاد السحور، طب ازاي هقدر اخرج مع صحابي في نفس الوقت اصلي والتزم، ازاي اقعد مع اهلي، ازاي هتفرج على المسلسلات في نفس الوقت اشتغل واواظب على شغلي من غير ما اقصر فيه. اسئله كثيره قوي. صحيح يا بسنت، طبعا اسئله كثيره جدا في شهر رمضان. أهم حاجة بس أنت فكرة إزاي حالتي النفسية تبقى صحية مظبوطة في رمضان. في بعض الأحيان بنتعصب كتير ساعة وقت الفطار، الساعة أو الدقايق اللي بتبقى قبل الفطار دي بيبقى فيه شد كده جوه البيوت. إزاي أعيش رمضان بصحة نفسية متزنة؟ ده سؤال مهم جدا هنسأله، إلى جانب أسئلة كمان معانا النهاردة. وضيفتنا في استوديو صباح الخير يا مصر دكتور ريهام حسن، استشاري الصحة النفسية. صباح الفل على حضرتك، نورانا. كل سنة وحضرتك طيبة. وحضراتكم طيبين. طيب هنبتدي الأول برمضان وطقوس رمضان الكتيرة جدا وفكرة اللمة، إن احنا طول السنة كنا لسه متكلم مع بسنت ومع حضرتك قبل الاستوديو، قبل الفقرة، طول السنة احنا بعيد عن بعض. صح. ازاي رمضان تبقى فرصة ان احنا نتجمع، وده يأثر ازاي على صحة النفسية للأطفال وللأب والأم؟ صح مظبوط. يعني احنا فعلا طول السنة الأسرة تقريبا ما بتتجمعش على سفرة واحدة، ودي حاجة مهمة جدا لكل أسرة، اللي بيها الروابط العاطفية الأسرية تبقى قوية، إن هم يتجمعوا سفرة واحدة، يبقى في بينهم عادات مشتركة، يبقى في حوار بينهم موجود، حوار مشترك موجود ما بين الأب والأم والأولاد. الكلام ده مهم جدا للإشباع الأمان عند الولاد والروابط العاطفية ما بين الولاد وما بين الأب والأم، فهي بداية من لمة الأسرة. يعني رمضان فرصة عظيمة جدا للمة الأسرة ولمة العيلة في السحور وفي الفطار، لأن المواعيد تبقى ثابتة خلاص، مفيش حد عنده بره ومشغول وهيتأخر ومش جاي، كله بيبقى ثابت. فمن هنا يعني أنا شايفة أن رمضان بتبقى فرصة عظيمة للمة العيلة والقعدة الكنبة. بما ان احنا بنتكلم عن العيله دلوقتي، معظم الامهات عندهم التشالنج او التحدي بتاع انا ولادي عايزه اخليهم يبقوا بيصوموا، يبقوا بيصلوا، يبقوا حتى قاعدين معانا اكتر. بعض الاولاد في سن كبير شويه بعد الفطار على طول بيجروا يخرجوا مع صحابهم. ازاي اقدر اخلي اولادي اعودهم اول حاجه لو في سن صغير على الصيام من غير ما ابقى برهبهم او برغمهم، في نفس الوقت لو كبار شويه انه اقعدهم معايا ونعمل الترابط الاسري ده؟ هو اهم حاجه ان الطفل، يعني السؤال ده بيعتمد على الطفل عنده كام سنة. يعني طفل عمر 7 غير طفل عمره 10 غير مراهق،
اتفقنا. فطفل عمره 7 احنا بنرغب، هي فكرة الترغيب وليس الترهيب. يعني مش بنضغط عليه، يعني عمره 7 سنين بندربه، بنبدأ ندربه خطوة خطوة. والتدريب مش هصومه 16 ساعة يعني لغاية الظهر. وبعدين الترغيب هي الرغبة أقوى من إن أنا حتى يعني هي اللي بتحرك القدرة، الرغبة. فترغيب الطفل وحبه للصيام دي أهم حاجة، أهم من إن أنا أقول له لأ لازم ولأ المفروض ولأ تعمل. ده طفل يعني إدراكه غير إدراكنا، استيعابه غير استيعابنا. فالترغيب في الموضوع بالتحفيز، إن هو يحب الموضوع، إن إحنا نحفزه ونشجعه وبرافو عليك وصمت النهاردة لغاية الظهر، ده إيه الشطارة دي. الكلام ده لغاية سن 10 سنين، لو بدأنا معاه من سن 7 سنين لغاية الظهر وبعدين شوية واحدة واحدة كده لغاية 10 سنين، هو يكون حابب. ليه؟ إن إحنا هنفهمه المعنى المضمون للصيام. جميل. المعنى الحقيقي للصيام، مش إن إحنا هنقطع أكل وشرب وبس، لا، في أعمال خير وفي عطاء وفي بركة، صلة أرحام، في صحة. والخير بتاع الصيام أو المعنى ومضمون الحقيقي الحلو للصيام. دكتورة ريهام، رمضان دايما فكرة العصبية بنشوفها كتير جدا، وأي حد يقول لك أنا صايم ويبقى عصبي وصوته عالي. وجوه بيوتنا المصرية والأسر دايما الوقت اللي بيبقى قبل ساعة الفطار، الزنقة اللي بتحصل دي، بنلاقي في عصبية، في شد، في صوت عالي، خناق. إزاي أنا أحاول أرشد من سلوكي النفسي هنا في رمضان؟ طيب السؤال ده بصراحة مهم جدا، لأن بتحصل إن حضرتك عارف حتى في الشوارع الناس، حد زنق عليك بالعربية، حاجات ممكن تتجاوز عنها في يومك العادي، بس في رمضان تلاقي نفسك وقفت عندها. هي الفكرة إن الناس العادات بنبتدي نتدرب عليها قبل دخولنا رمضان، وخصوصا الناس اللي مثلا بتركز قوي على الكافيين قبل رمضان، الموضوع ده بيبقى صعب عليها جدا. فضروري التدريب على الصيام قبل رمضان، ان احنا ممكن ناخر حتى الفطار، يعني ما ننصحش نفطر على طول، ناخر شويه الفطار، نقلل الكافيين شويه، نشرب ميه كتير، الكلام ده قبل رمضان، مش يعني عشان ما تدخلش على طول رمضان وانت مش مهيئ ليها، فالموضوع بيبقى صعب جدا على الناس. القطع العاده فجاه تبقى صعبه جدا. طيب ازاي اظبط يومي في رمضان؟ ازاي ما بين كل التحديات دي؟ عارفه بنبقى عايزين ايه احنا كلنا؟ انا عايزه اروح شغلي واعمل كويس قوي في شغلي، وده مهم وعايزين نتكلم عن النقطه دي، وعايزه ارجع البيت اعمل اكل، وعايزه اخد بالي من ولادي، وعايزه اخرج مع صحابي، وعايزه تاني يوم اقرر نفس الروتين، في نفس الوقت ابقى بصلي. هل ينفع اصلا كل ده يحصل ولا لازم اظبط روتين؟ بصي هقول لك على حاجه، هو ما فيش حاجه بنسبه 100%، بس صحيح. عشان نبقى متفقين من الاول، يعني ما فيش حاجه اسمها نسبه 100%، يعني مش كل ده هيحصل كل يوم وهتبقى صعبه بصراحه، بس هي الفكره على قد ما بتقدري، يعني على قد ما بتقدري. وطبيعي جدا ان انت، هو بيبقى الصيام اول كام يوم بتبقى صعبه شويه، وبعد كده بتتعودي، فبتلاقي نفسك ماشيه في روتين يومك طبيعي جدا، ما بيبقاش فيها اي مشاكل. هي بتبقى اول كام يوم بتبقى صعبه، بس مش هتقدري تعملي كل حاجه في اليوم. ما طبيعي هتبقي عايزه تقعدي شويه وتريحي شويه، وفي يوم هيبقى الاكل جاهز، وفي تحضيرات بتبقى قبل رمضان في الاكل، هتوفر على المراه العامله وست البيت زي برضو. يعني هم يعني بنحضر قبلها الاكل وبنحطه وبنظبطه، بحيث ان الست ربه المنزل او الست السيده العامله تروح البيت تحط الحاجة والحاجة تخلص على طول. فالموضوع بيبقى ليه تحضيرات قبلها، وبتبقى بتسهل شوية علينا الحياة في رمضان شوية. والحقيقة الست بتتعب جدا في رمضان، يعني كل ستات بيوتنا والمرأة طبعا، حتى كمان لو كانت عاملة، يعني هي عندها شغل بعدين تبقى لازم الفطار يتحضر وغيره. فده خليني اسال حضرتك سؤال، المراه العامله على فكره وست البيت طبعاً، على فكره الاثنين الاثنين طبعا الاثنين بيبذلوا مجهود، وفي رمضان ازاي بقى البيت نفسه يبقى في حاله تعاون جميله كده
الزوج والزوجة، ولو في أولاد الأولاد كمان يتعاونوا، لأن هو فكرة أنه ما ينفعش حد واحد يعمل كل حاجة في البيت. بص حضرتك صدقني، هي النقطة دي مش في رمضان بس، يعني هو طبيعي أن النقطة دي تبقى ثقافتنا، سلوك حياة وعادات في الأسرة موجودة. وحقيقي المشاركة جوه الأسرة هي شيء مهم للغاية، ولمة الأسرة مهمة للأطفال كمان، يعني فكرة الانتماء عند الطفل دي حاجة مهمة جدا، وهي بتبدأ في لمة الأسرة، بتبدأ في لمة العيلة، لأن الانتماء ده شيء أساسي في الهوية، يعني حاجة مهمة جدا. فمشاركة الأسرة مش هيبقى منتمي لوطنه إلا إذا كان منتمي لأسرته في الأول. طبعا يا فندم طبعا، ده ما فيهاش كلام. فدي مهمة للأطفال ولنفسيتهم ولبناء شخصيتهم، لمة الأسرة والمشاركة في العادات والمشاركة جوه البيت والقعدة والسمع، يعني الاستماع، يعني ان انا اسمع ولادي كويس، ان انا اشاركهم، ان انا اتعاون ويتعاونوا معي، دي حاجه في منتهى الاهميه. طيب بعض الناس في رمضان بيصحوا على الفطار يكملوا لغايه السحور، يطبقوا لتاني يوم بعدين يناموا عشان يصحوا على الفطار وهكذا، شايفاهم ازاي؟ دول في اخر رمضان بينهاروا بقى جهازهم العصبي بينهار. قبل اخر رمضان، في نص رمضان بينهاروا. دي حقيقه، نهار رمضان كله بيبقى نايم فيه. ما دي حقيقه، لان هو النهار مهم في رمضان، يعني مهم جدا، والعمل في رمضان على فكره مهم وصحي، وعلى مستوى الصحه النفسيه وعلى مستوى كمان الصحه الجسمانيه مهم جدا. فانت بتفقد جزء كبير قوي من يومك، فلا هو في الاخر الموضوع بيبقى صعب جدا بصراحه. رمضان مش بس يعني الكف عن الاكل والشرب زي ما بيقولوا، فريضه الصيام طبعا. في قيم رمضانيه مهمه جدا طبعا. حضرتك ذكرتي قيم الخير، صله الارحام، البركة، العطاء، غيره. عمل الخير. بالزبط. ازاي اعظم القيم دي عشان في الاخر يبقى شخصيتي النفسية او يعني سلوكي النفسي سوي؟ طبعا العطاء يا فندم، وخصوصا شهر الخير شهر البركة ولمة خير، وضروري جدا ان احنا كمان لما بيكون في اطفال في العيله نشاركهم الموضوع ده، يعني لو بنعمل وجبات نشاركهم فيها، هم يوزعوها، وينزلوا يوزعوها بنفسهم ويلمسوا المعنى الحقيقي للعطاء، دي حاجه مهمه جدا. وفي رمضان هو شهر الخير، هو الخير فيه والعطاء والبركه وشهر الرحمه والروحانيات والسلام، فيعني شهر كريم الحمد لله. ايه تاني من القيم الرمضانيه اللي لازم نطلع بيها حتى من رمضان؟ يعني خليني ادي حضرتك مثال، انه دايما احنا في رمضان بنحاول نعمل energy reserved mode كده، او ان احنا نوفر طاقتنا شويه، فما بنشتغلش 100% او معظم او ناس كتير، مع يعني مش كل الناس طبعا بتعمل كده. فايه القيم اللي احنا لازم نطلع بيها من رمضان، وقد ايه مهم ان انا ادي 100% من مجهودي وطاقتي واخلاقي العمليه لشغلي عشان ما اقصرش بس بحجه ان انا صايم؟ طبعا، لان الصيام مش قطع اكل وشرب. صحيح. الصيام اخلاق والدين اخلاق طبعا. يعني فكره ان تبقي غضبانه او عصبيه او هتحتدي على حد وتمنعي نفسك من ده، ضروري جدا ان تبقي فاهمه فضل منعك لنفسك وقتها. صحيح. هيبقى عامل ازاي، لان ده فضل، ده حاجه ليها يعني قيمه كبيره جدا، وبيقوي الشخصيه يا فندم. طبعا الشخصيه يا فندم اللي بتملك نفسها ساعه الغضب طبعا شخصيه قويه. طبعا يا فندم طبعا. يعني وحاجه بسيطه جدا، يعني انت لو قاعد هتقوم، لو يعني هتشتت انتباهك شويه عن انفعال الغضب والعصبيه اللي جواك، بس هي دي كل القصه. يعني هو ايه سر العصبيه الزياده في الصيام؟ يعني هل بيبقى مثلا الطاقه؟ طبعا الطاقه اولا، عدم شرب الميه على فكره، لان الناس كمان اللي بتبقى مركزه جدا على الكافيين الموضوع عندها بيبقى صعب جدا، فبتعوضه دايما انها بتشرب ميه كتير، بتاكل خضار وفاكهه كتير علشان نسبه الاكسجين في الجسم تبقى
نسمة مظبوطة فتحسي ان انت هادية، انما القصة بتاعت الكافيين لما بيبقى عالي لا الناس بتتعصب بسرعة والطاقة بتقل بسرعة جدا. حجة ان انا صايم نأجل الشغل لبعد رمضان، نأجل من قبل رمضان يعني أجلها بعد رمضان، ده بيأثر ازاي على شخصية الانسان لما يعني يتعامل مع الشهر ان هو شهر راحة وشهر بس أكل وشرب وما يشتغلش بالطاقة اللي المفروض يشتغل بيها؟ دي عقلية بقى، دي أفكار، يعني دي عقلية الحقيقة. وتعود وكسل، ويعني هي بتبقى الشخصية دي تلاقيها في أغلب أحيان، على فكرة هي مش فكرة قبل رمضان بس أو بعد رمضان هنبتدي نعمل أو إن رمضان شهر هننام فيه، هي هتلاقيها طول السنة. هو شخصيته كده، هي شخصيته طول السنة هتلاقيها كده، كسولة، بتأجل، مش حلالة، يعني مش بتاعت حلول مشكلات مثلا، مش هتلاقيها شخصية تاخد قرارات مظبوطة تحل المشكلات على طول، لأ يعني تأجل الحاجة، هرابة، ما تواجهش طول السنة، يعني الشخصية نفسها هتلاقيها كده. لو أنا من الناس اللي شغلي سامح لي أشتغل بعد الفطار، هل بتفضلي الناس اللي عندها الرفاهية دي في شغلها تعمل ده؟ إن هي تشتغل بعد الفطار؟ بعد الفطار؟ لو هي عندها القدرة أو ظروفها تسمح بده، هي المشكلة إنها تشتغل بعد الفطار؟ يعني لو هي ظروف عندها تسمح وهي مهيئة نفسية إن هي تشتغل بعد الفطار، إيه المشكلة؟ في ناس بتشتغل بعد الفطار، في ناس دلوقتي بتشتغل أونلاين، يعني الناس اللي هي شغلها كده مش محتاجة، وفي ناس شغلها حر فبتبقى بتفضل أحيانا في رمضان بعد الفطار إنها تشتغل. طب لو طلبنا منك كده روشتة نفسية أو نصيحة نفسية وإحنا مقبلين على شهر الخير شهر رمضان، تقول لنا إيه؟ أقول كل سنة طيبين، شهر رمضان شهر كريم، شهر معنى ومضمون، مش صيام عن أكل وشرب بس، فياريت نقدر إن إحنا ناخد ونحصد منه الخير اللي فيه، الخير من العطاء، الخير من البركة. ياريت الناس تتدرب قبل دخول رمضان عن إنها تشرب مية وتأكل شوية الفطار والروابط الأسرية شوية نهتم بيها، وهي فرصة كويسة للمة العيلة في رمضان. نشكرك دكتورة ريهام حسن استشاري الصحة النفسية، كل الشكر ليك على تواجدك معنا طبعا، وكل سنة وحضرتك طيب. وانتو طيبين، شكرا. نورتينا وشرفتينا. لسه مكملين مع حضراتكم، نروح فاصل سريع والفقرة الأخيرة من صباح الخير يا مصر، خليكم دايما معنا. بنجدد صباحنا على حضراتكم مرة تانية. الابتزاز الإلكتروني من الجرائم البشعة اللي بقت منتشرة للأسف الشديد اليومين دول في مجتمعنا، مع تطور التكنولوجيا والاستخدام المفرط للتكنولوجيا بالطريقة خاطئة وغلط للأسف الشديد، أصبح في عدد كبير جدا من الأشخاص بيتعرضوا للابتزاز الإلكتروني. طيب احنا النهارده هنتكلم عن ازاي نواجه الابتزاز الإلكتروني، ايه هي الحاجات اللي المفروض اتبعها عشان ما تعرضش للابتزاز، ولو تعرضت له اعمل ايه، الاجراء المتبع ايه هو. دي كلها اسئله هنعرفها النهارده من ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو، طبعا الاستاذه رشا صبري عبد الرحمن المحاميه. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. عجبني قوي ان احنا يمكن قبل الفقره كنا بنتكلم ان احنا هنتكلم عن الحالات دي من وجهه نظر استاذه رشا المحاميه واستاذه رشا الام. اوكي. فخلينا الاول يعني نتكلم معاكي في فكره القضايا اللي هي ليها علاقه بابتزاز. خلينا نتكلم عن السيدات الاول، بعض الناس بتبتز سيدات الكترونيا، عايزين نعرف منك اواجه ازاي الابتزاز ده لو انا سيده بتعرض لده. يعني انا من المواضيع اللي انا بحبها جدا وبحب اتكلم فيها زي ما قلت لحضرتك يمكن قبل الفاصل، بس انا في نقطه معينه للاسف اللي بتقتلها او بتقتل الجريمه او بتخلي المبتز منتشر، احنا لازم نتكلم في النقطه دي. ايه اللي مخلي المبتز قلبه جامد قوي؟ ان احنا الكونسبت بتاعنا العادي الخوف من الفضيحه. ايوه. انما لو احنا اتعلمنا افضح الفضيحه، انا ابني لما او انا كست لما اتعرض لابتزاز انا مجني عليا دلوقتي، فانا دلوقتي ضحيه مهما كان، حتى لو انا غلطت
حتى لو انت كست غلطتي ومثلا اديتي صور لحد حصل شات بينك وبين حد ما ينفعش ان هو كان يحصل، هو اساء استخدام الشات ده، بعد كده انا اقدر اعمل ايه لو اتعرضت لده؟ اول نقطه لازم نفكر فيها، ودي نقطه نفسيه، انا ضحيه، ده جاني، ده مجرم ولازم يتحاسب. بس سواء حصل لابني او لبنتي او لراجل، الابتزاز بيحصل ملحوظ عشان انا بحب اكون عامه شويه وعمم، الابتزاز جريمه قد تصيب اي حد في المجتمع، سواء شخصيه مشهوره، تصيب سواء راجل او ست، سواء طفل او طفله، مراهق او مراهقه. احنا للاسف يمكن صعوبته لما بنيجي نتكلم عنه عن صعوبته لما بتتعرض ليها مراهق او مراهقه، لانهم بيكونوا اضعف او هشين نفسيا في مواجهه مجرم زي ده، لان لو انا في المجتمع ابتديت افعل ان انا اسلط الضوء ان انا ضحيه لان تعرضت للاذيه وان المجرم ده هو اللي هيتعاقب مش انا، احنا ابتدينا نعاقب الضحيه. النقطه دي بقى مهمه جدا، لانه اللي بيزيد من ضعف الشخص اللي بيتم ابتزازه المحيط اللي بيه، المحيط طبعاً اللي حواليه. طبعا الاب او الام او حتى الاصدقاء بيبصوا له بصه ان هو اخطا وبيلوموه وان هو اذنب. ازاي اغير النظره المجتمعيه دي ان انا لا، انت وقعت في ضحيه شخص مبتز وشخص يعني عايز يؤذيك نفسيا واجتماعيا وغيره. اسمح لي انا عايز اقول الكلمه مهمه جدا، قد يكون الصور دي حقيقية مثلا أو الشد حقيقي أو مفبرك، إذا إحنا وقعنا في منطقة الشك، إزاي حاسب حد على حاجة تقع في منطقة الشك؟ مفبركة. إحنا مهما كان إحنا ده مفبرك، ده شيء مفبرك مش حقيقي. أي حد ممكن يجيب صورة أي حد ويعملها بشكل غير لائق، أي حد ممكن يقول كلام ويفبرك شات بينه وبين حد. بمنتهى البساطة إزاي أحاسب شخص؟ ربنا مش بيحاسبنا كده كمان، يعني احنا صحيح. حاجة تحتمل الشك واليقين، اقتل ابني عشانها او ابني يموت نفسه عشانها او ابني ينهار نفسيا وحياته تتدمر عشانها في المجتمع، لا، المجتمع اللي محتاج يغير نظرته. انا ابني صح في كل الاحوال وبنت صح في كل الاحوال، وانت اللي مجرم وانت اللي لازم تتعاقب. واتمنى كل ام تسمعني لو سمحتي، انا وموافقة ابعتي لي على الصفحة بتاعتي مجانا، انا هقول لك تعملي ايه. اي بنت بتسمعنا دلوقتي لو سمحتي ما تعيشيش في كارب ولا في ازمه، ابعتي لي وانا هبسط لك الموضوع جدا وهعرفك ازاي تقلي تتصرفي فيه ازاي وتعملي ايه مجانا بدون ولا جنيه. والله مش عايزه منك اي حاجه، كل عايزينك ما تخافيش وما ترضخيش لطلبات اي حد بيبتزك، وخليكي هاديه، تواصلي معايا وانا هقول لك الخطوات اللي تعمليها بس عشان تاخدي حقك. طيب اخد حقي ازاي؟ ايوه، ايه الخطوات؟ ناخد خطوات. برافو. نبدا منين بقى؟ انا حد عرضني بعت لي صوري وشات، ومثلا ما اكيد هيبعت من اكونت مجهول، مش هيبعت من اكونت بتاعه اي بي سي يعني، او من رقم تليفون مجهول. ولازم هنفرق وقتها بين اللي بيبعت على الواتساب والرسائل العاديه وبين اللي بيبعت لي انستجرام، فيسبوك، الحاجات دي. ايه الفرق؟ الفرق كبير. فرق دول مباحث الانترنت، لما بيبعت لي انستجرام فيسبوك كده دول هنروح لمباحث الانترنت، لما يبعت لي على الواتساب او على رقم تليفوني الرسائل العاديه ده مباحث اتصالات. هناخد بالنا ما يعديش 3 شهور على التهديد والابتزاز، ما تخلوش الوقت يمر، يعني ما اصبرش، احتفظ بالرسائل، ما اقولش للمبتز ان انا هبلغ عنه، ما خوفوش، بس اتحرك على طول اروح لمباحث الاتصالات او الانترنت فوراً بعد بعت رساله الابتزاز. لو انا خايف ان بابا او ماما او المحيط بتاعي، سواء ست كبيره مثلا المحيط بتاعي، لازم الجا لحد عاقل او حكيم اثق فيه يقف جنبي، عشان انا هكون مش متزن في الوقت ده. يعني انا هكون مش متزن، لازم تفهم النقطه دي كويس، اللي بيسمعني يفهم ان انت هتكون مش متزن، هتكون مخضوض. لو سمحت الجا لحد هادي يقدر يتصرف، لازم نروح لحد. انا مثلا انت ما عندكيش حد بعتيلي يا ستي، انا راضيه ان انا ارد على اتصالات الناس دي كلها ومسجات الناس دي كلها، اتمنى كل بنات والله تبعت لي وانا هرد عليهم. الحاجه الثانيه، وانا هعمل فيديو عندي اتكلم فيه عن الموضوع ده عشان الناس كلها تسمعه. الحاجه الثانيه، بعد ما انا عملت كده الجا بسرعه لما ردش ردود ابدا تبين اللي قدامي للمبتز ان انا خايفه منه، هفضحك، ما ولا اي حاجه خالص، ولا ابدي، بالعكس خليه يتمادى. الشطاره انك تخليه يتمادى مش انك تخليه يقفل معاك الكلام. وبعد ما يتمادى انت تكوني اصلا متواصله، مباحث الانترنت تعمل كل حاجه، هتعرف هو فين. هتعرف هو فين، حتى لو اكونت مجهول هتجيب الاكونت المجهول فين. احنا عندنا فعلا تقنيات في الشرطه بتاعتنا والداخل، طبعا عندنا اعلى تقنيات بتعرف تظبط اي جاني واي في اي مكان، وهتقفل لك الاكونت وهتجيب لك حقك. انا كاهل دوري بقى كأم، أيوة. بنت تعرضت لده وابن تعرض لده، بمنتهى البساطه ابني قبل اي حد او بنتي قبل اي حد، انا هحافظ على نفسيته. اهدى خالص،
انا اللي هتصرف. تعملش حاجه حتى لو غلط بدون اي تانيب بدون غلط. اي لوم بدون اي عقاب بدون اي اذى، لانه في النهايه لو اساء التصرف كلنا ممكن نسيء التصرف في وقت ما. دي بقت قاعده بقيت اقول احنا الكبار بنغلط. طب ازاي بنحاسب الصغيرين ان هم ما المفروض يكونوا ليه يعني على الصراط المستقيم؟ كلنا بنغلط في شغلنا، كلنا بنغلط في المذاكره، كلنا بنغلط، كلنا بنفشل، بتيجي علينا مراحل. ليه بنيجي على اولادنا ونحسهم ان هم لازم تكون بيرفكت؟ ليه لازم يكون بيرفكت؟ غلط بس مش غلط، هو غلط اساء التصرف، لكن في حد تاني بيهدد ابني. أيوة. لازم يتعاقب. صحيح. بعد ما يتعاقب هقعد مع ابني بالراحه او بنت اقول لها غلطتي في 1 2 3 لو سمحتي ده ما يتكررش، بس بعد ما اعالج مشكله ابني تماما وامحيها من الوجود واحسن صورته واقول ان اللي حصل كان مفبرك وكان 1 2 3 ابني انسان محترم، ابني ما حصلش منه حاجه، انا لا دافع عن ابني. لو انت ما دافعتش عن ابنك او بنتك واهميتك ايه في حياته؟ خلفته ليه اساسا؟ يعني انا كأم خلفتك ليه لو انا مش قادره ادافع عنك؟ وقت الجد لازم اقدر اجيب لك حقك، لان الجانب يعتمد ان الام او المجتمع مش هيقفوا جنب الضحيه، فهو لو عمل اي حاجه هم بالعكس هيجروا عليه ويعملوا سبورت كمان للجاني. تخيلي خوف من لما تكون سيكولوجيه الجاني اصلا ان انا الاهل دول ممكن يدفعوا لي عشان اسكت. لا ده انت هتتعاقب وهتتحاسب، وانا ابني مش هيحصل له حاجه خالص، ابني هيكمل في حياته عادي وهتبقى تجربه قاسيه مرت عليه في حياته وانتهت. قانونا بقى نيجي نتكلم قانونا، زي ما قلت لك احنا بناخد السكرينات، ما بنفهمش ابدا الطرف اللي قدامنا ان احنا ضعفه، ما بنهاجموش كمان، يعني لا بنفهمه ان احنا ضعفه وخايفين ولا بنهاجمه، نبقى هاديين تماما، عجزنا عن الهدوء بسرعه نلجا لحد نقول له انقذني. بابا دلوقتي مش هينفع اتكلم معاه، اتكلم مع عمي، اتكلم مع خالي، اتكلم مع بنت خالي، اي حد كبير يقدر يتصرف في الموقف ده لازم الجا له. نجيب محامي او نطلع احنا لوحدنا على مباحث انترنت، بقت متاحه في كل مديريه امن دلوقتي، ما بقاش مثلا لازم تروحي مكان معين عشان سواء الناس في القاهره تروح العباسيه مش عارفه ايه، خلاص بقت متاحه في كل مديريه امن. وعندنا الحمد لله الحكومه بتاعتنا بقت متطورة وبقت بتراعي موضوع ان احنا المجتمع تطور وبقينا الكترونيا اصلا علاقاتنا اغلبها الكترونية. صحيح. انت اصلا بقيت دلوقتي لما تروح للقاضي بوثيقة من الواتساب او بتاع خلاص بقت كمستند مش مستند، يعني خلاص نقدر نقول ان هو ابروفد الحاجة، ده كان بيثبت حاجة. انا دلوقتي للمجتمع بتاعنا والقانون بقى بيتعامل مع كل شيء الكتروني على انه امر واقع، يبقى انا ما اتعاملش تاني نصيحة بس انصح لاولادنا بلاش الكترونيا تتعامل كانك مش متشاف، بالعكس ده انت متشاف الكترونيا اكتر من اي حاجه تانية. انت ممكن في الواقع تبقى الامور اقل حده من الكترونيا، لان ده وثيقه. دايما اقول لاولادي حظكم وحش ان انتوا دلوقتي كده، لانك لما تغلطي وتلبسي حاجه مثلا معينه ما كانش ينفع تلبسيها دي بقت طول العمر محفوظه. للاسف بقولها حظكم وحش، زمان كنا ممكن نلبس اي حاجه نعمل خلاص تجربه مرحله وبنهدى ومرحله، دلوقتي بقت كل حاجه موثقه. فانتوا حظكم وحش فلازم تكونوا اكثر حذرا. يعني نصيحه بقولها لاولادنا دلوقتي اللي بيسمعونا، كونوا اكثر حذرا لانكم في زمن برغم سهولته وبرغم ان هو بيقدم متعه بمنتهى السرعه بيقدم لكم معلومات وثراء وفي ثراء في كل حاجه، الا انه له خطوره. خطورته ايه؟ انا كل حاجه بكتبها موثقه، انا كل حاجه ببعتها لحد موثقه، انا ما ينفعش اتعامل في السوشيال ميديا كما لو كان بيتنا. العقوبه اللي بتقع على الجاني في حال اثبات العقوبه من 3 سنين ل 15 سنه تختلف حدتها على حسب كل حاله. اللي هدد غير اللي اخذ فلوس، غير اللي بعت صور، غير اللي هدد بالفضيحه، غير اللي نشرها، كل حاله بتختلف لانها لن تقل عن ذلك. لن تقل عن ذلك. وانت كمبتز ليه تضيع حياتك اصلا عشان تخوف حد او عشان ترضى ده على، يعني احنا للاسف القانون دايما بقولها سيصبح عاجز دائما اذا لم يكن هناك اخلاق، اذا لم يكن هناك رادع. بس احنا عندنا تطور في قانون العقوبات المصري فيما يتعلق بجرائم الالكترونيه وجرائم تقنيه المعلومات وغيره، في نصوص جديده تم تعديلها بترفع العقوبه، احنا بنتكلم لسبع سنوات وكمان في غرامه ماليه بتبقى. انا بقول لحضرتك ليه لما بنتكلم من 3 لكذا، لانها بتختلف حدتها، يعني ممكن تبقى 7 سنين، ممكن تبقى 10 سنين، ممكن توصل ان انت خليت الضحيه انتحرت، خليت هل مش هتستوي. احنا في القانون لما يجي حد يقول لي حكمها كام يا استاذه اقول له ايه؟
انا بستغرب من حد يطلع يتكلم بعين اليقين عن حاله. حسب ما تعرفش تتكلم بعين اليقين. كل قاضي منظور قدامه الورقه، وايه لك كل الناس ما بتقراش القضايا اللي بتحط لها يا جماعه. كل حاله ليها ظروفها، كل لما تيجي تطلب حتى نفقه لحد ما ينفعش هي هل ثابته لكل حاله، لا طبعا. كل حاله ليها ظروفها، كل حاله ليها امكانياتها. فانا اتمنى، انا بس كل اللي احنا بنتكلم فيه ان القانون بتاعنا لم يغفل اي تفصيله صغيره. بالعكس احنا عندنا القانون دلوقتي، قانون العقوبات بقى مهتم بكل تفاصيل حياتنا، بقى مواكب تطور العصر. انا دايما اقول لما ست تجيلي اقول لها القانون بيحميكي من اول ما بتتولدي لحد ما تموتي. احنا عندنا قوانين بتحمي من اول الختان. انت محميه، مش معنى ان انت تتعرضي، انت تعرضتي لحاجه انت معتقده انك مالكيش حق في القانون، ليكي حق في القانون، بس لازم انت في الاول ما تغلطيش. يعني ما تسمحيش انت في الاول، انا اتمنى نقفل باب الغلط. يعني انا اقدر اقفل باب الغلط، اقدر اقفل. هل هي تجربه وعدت؟ اه تجربه وعدت، اكيد تجربه وعدت. هتتنسي؟ هتتنسي، ده احنا ودي ميزه الزمن برضه مع الايام، الدنيا كل حاجه بتتنسي. وبعدين احنا ما ينفعش ان انا لما حد يغلط غلطه واحده تبقى حكم بالاعدام. صحيح. مش معنى ان ابني غلط غلطه غلط، بس ده مش اعدام. انا مش هعدمه عشان غلط غلطه، المجتمع مش هيعدمه عشان غلط غلطه، هو هيتعلم، اتعلم في حياته. زي ما احنا الكبار بس بنكون اكثر حذرا، ولما بنغلط بنسكت، مش بنتكلم عن غلطاتنا وبنحاسب نفسنا، فما بتظهرش قوي للسطح. انما اولادنا عشان دايما احنا بنطلع عقدنا النفسيه عليهم، انت ازاي غلطت في كذا؟ ما انت وانت في سنها وعايزينهم احسن حاجه وبيرفكت في كل حاجه. نفس الام دي وهي صغيره غلطت، نفس الام، نفس الجده غلطت. يعني انا ليه بتكلم على الطبيعه البشريه؟ احنا في القانون بنحترم الطبيعه البشريه، انه قابل للغلط وقابل للتقويم. هل اول خطا زي تكراره؟ ده حتى في القانون لما حد بيغلط لاول مره غير لما بيعيد التجربه تاني بتغلظ العقوبه، غير لما مثلا بيعتدي او بيبتز حد قريب ليه. طب ممكن الابتزاز يجي لك من حد قريب ليكي جدا، اقرب حد ليكي. هل لو انا مثلا المدرس بتاعك او بيبتزك او عامل عندك او السائق عندك، بالعكس كل ما كان القرب كل ما كانت العقوبه مغلظه، انك يفترض الامان فيك. فكل ما يفترض فيه الامان واساء التصرف او عمل عقوبه، عقوبته بتكون مضاعفه. وده انذار لكل حد بيتعامل، ما تعتقدش، لان للاسف اغلب الاذى بيجي من الناس القريبه، اغلب اللي اذوا ناس كانوا بيحبوهم على فكره. اغلب اللي فضح مراته كان راجل متجوز وبيبتزها بصور خاصه بينهم وبين بعض على فكره، عشان يكون فاهم. يعني اغلب القضايا اللي بتجيلي بقت تقريبا، فاكره كويس قوي كانت قضيه زمان شويه مع الراحل وائل الابراشي، انا فاكره كويس قوي كانت قضيه مشهوره واتكلموا في الموضوع ده، انه راجل فعلا كان بيبتز. لا ده مش عايز اقول لك، الموضوع منتشر على نطاق واسع، ان راجل يبقى متجوز الست وفي ليها صور عنده، خلاص احنا اختلفنا، انا بهددها بالصور. يعني ايه اصلا؟ انا مش يعني، ما انا بقول لك انت مش متخيله الابتزاز او الخوف من الفضيحه بقى واصل للناس الى انهي مرحله. الموضوع متفشي. عشان كده انا بحس ان الابتزاز الالكتروني او الابتزاز عامه، مش الالكتروني بس، اي ابتزاز، ما انت ممكن تبقى معرض. وكل ما البنت اكثر، ليه اكثر عرضه؟ لان البنت غلطتها في المجتمع بتاعنا بتبقى لا تغتفر، بعكس الراجل. ممكن صدقني لو نفس الولد هو اللي غلط بتعدي كتير، انما البنت نيجي بقى لحق شخص مشهور، راجل او ست بقى، تعال بقى لحد مشهور او حد مثلا في منصب معين او تعرض للابتزاز اكثر قسوه. يعني هل يستوي انك لما تعرض منصب معين، شخصيه في منصب معين، او تعرض شخص مشهور لازم يكون الاكثر قسوه، لانه اذيته هتكون مبالغ فيها ومضاعفه غير شخص عادي. فهي بتختلف. عشان كده لما باجي اتكلم عن عقوبه الابتزاز او بتكلم عن الابتزاز، ليه بتختلف من حاله لاخرى؟ لانها بتختلف من شخصيه مشهوره، بتختلف من شخص في منصب معين سيادي، شخص مش في المواضيع بتختلف من شخص لاخر. انما نصيحتي للولاد، انا الاهم حاجه، وانا عارفه ان حضراتكم مهتمين جدا بالنقطه دي وحابين ان اولادنا او بناتنا او ستاتنا كمان يكونوا في امان. عندنا الستات بتفعل الجانب العاطفي عندها احيانا اكثر من العقل. لو بتسمعيني دلوقتي، ما تكتبيش حاجة أو تبعتي حاجة تكون قرينة عليكي في يوم من الأيام وتجبرك إنك تتحط في مشكلة أو تقدر عليكي حياتك. بقول لأولادنا خليك قريب من مامتك واحكي لها أول بأول، ما تعمليش حاجة. لو واحد طلب منك صور، لو واحد طلب منك تتكلمي في كلام ما ينفعش تتكلمي فيه، ارفضي تماما، لأنه قاصد أذيتك، لأنه لا يمكن يكون حد بيحب حد ويقصد يأذيه. صح. فأنا بتكلم كأم دلوقتي، عشان أنا قلت لكم في أول الكلام أنا عندي أولاد مراهقين، وحابة أتكلم كأم، مش حابة أطلع أتكلم كلام معقد، وحابة أنا حابة أخلط القانون بالاجتماع، لان ده اللي المفروض يحصل. من اجمل الحاجات اللي انت فهمتها لنا كمان، يمكن عشان كان بيختلط عليا انا شخصيا الامر، ان لما الابتزاز يجي من السوشيال ميديا
ابلكيشن زي انستغرام فيسبوك بنتجه لمباحث الانترنت، لكن لما يجي لنا على هيئه رسائل بنتجه لمباحث الاتصالات. كمان القانون بيحمي وبيتكفل بحمايه كل انسان بيتعرض للابتزاز. بنشكرك الاستاذه رشا صبري عبد الرحمن المحاميه الشهيره، طبعا معاكم النهارده ومن اجمل الحلقات لانها بجد والله بتناقش قضيه مهمه. وارجو من كل الامهات اللي بتسمعيني تعالي على نفسك شويه واسمعي بنتك لك لو في حاجه، يا ريت تبعتي. انا والله ببلاش، والله ببلاش. اي بنت بتعرضي لو سمحت لاي ابتزاز ابعتي لي وانا هقول لك بالظبط تعملي ايه. وده وعد مني ليكم والله. انا بحييكي وبنشكرك على حاله الوعي الجميله دي، حضرتك عملتي كده حاله وعي وفتحتي طاقه وعي مهمه جدا. اتصرف ازاي؟ الشخص اللي بيبتز ده على فكره هو ضحيه، هو مش السبب. بلاش نتكلم كلام ملعبك للناس. هو لما ضحية. نطلع نشرح القانون بالزبط. لازم نتكلم كلام مبسط منخفش. الناس العاديه تعرف تفهمه. انا لما انا كتبت القانون بالعاميه، يعني انا كتبت القانون عشان انا عايزه البنت اللي كتبت لهم على الابتزاز والله. والكتب بتاعتي على فكره موجوده على النت ببلاش مجانا، اقروها يا جماعه، اقروا والله بجد مش بهزر. لازم تعرفوا. معلش اخر نقطه، فضل. الجهل بالقانون احيانا بيأذي الشخص. أرجوكم اعرفوا عن قانون بلدكم، سواء انتوا ضحايا او مجرمين، يعني سواء انت كمجرم اعرف العقوبه اللي عليك، سواء كضحيه اعرف قانونك وحقك. عدم معرفه القانون لا تعفي من المسؤوليه. نشكرك يا فندم. شكرك. شاهدينا كده تكون خلصت حلقتنا. خلصت حلقتنا النهارده، وصلنا لختام حلقه صباح الخير يا مصر. شكرا ليكي بسنت، وشكرا لكل مشاهدينا. بكره ان شاء الله ميعاد بيتجدد دايما كل يوم من الساعه 7 ل 10 صباحا. وصباح الخير يا مصر.